رحمة الله عليه، عطاك عمر. شلون؟ إمتى؟ والله من شي ساعة، وجوا أهله أخذوه. يا خفة أنت وياه، خفة وين؟ وين يا روح أمك؟ رايح أشرب يا بيك. إن شاء الله سم الهاري. والله إذا بتفرقها لألك مك بالعصاية لكم. روح لا تطول أوام. لا بحالنا يا بيك، أحسن ما نهرب كل أيام. لكن روح بلا لعي، لعين تطلعك. والله إذا بتفرقوها والله لألك مك لكم بالعصاية. بدينا على أبوكم على أبوكم. يلا عندي كمان حاجة ما هي شي. منين جابتنا يا هاتم خدوش؟ بلا تتجوز غير هات. انتو يا دباب حاجة ودوت انت ويا تغل يخرب بيتك ودب تضرب منك له. علي شيخي شرف علي صفوان. اي نعم يا هلي سوي لي. علي ابو سالم. احلى محجوب والله. يا ميت اهلين وسهلين برجال والله. انا بصرف فيك. ايه ابو سالم؟ ما قلت لي وين رشدي؟ مو على بنت جيبه معك؟ تركته عند الحاكي. ايوه. ليش ما استنيته وجبته معك؟ يا بيت لحالي تعوقت عليك وانو على الشيخ نزير وعلى بضايا، فقلت بيجي بنكتب الكتاب لبينما يصير رشدي. لك ابني ما بيصير، ما بيصير تتركه لحاله. ببسيطة يا بي بسيطة، هلا متى ما خلصنا كتب الكتاب ايش كان ما اجى بنروح انا وابو محجوب بنجيبه. يعني القاضي وافق يطالعه؟ اي لكن شلون وافق؟ بس بتعرف شيخي هي القصة بدها اوراق وشغل واخذ وعطى، ما بتصير هيك خبط لزق، ما هيك؟ اي نعم، بس على علمي الجماعة ما بدهم يسفتوا حقهم. من شان هيك العقيد أفاد والعضوات راحوا. ايه شيخي بعرف 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 انه الجماعة ما وافقوا معه، بس كل باب له مفتاح. ايه الله يقدم لي فيه الخير يا رب. ابو سالم. ايه خايف ما يطلعوا له رجلي اليوم بيتولى السبت؟ ها لا بنعمي لا، قبل ما تسكر المحكمة بيكون عنا هون، شنو المحكمة ما بتسكر لصلاة العصر، ما هيك شيخي؟ ايه نعم. بقى خلونا بمعيدكم نستعجل بكتب الكتاب مشان لحق نروح نجيبه لرشدي. ها مزبوط. ايه ابو محجوب معي دخلنا الطريق، خلي الشيخ نزير والشهود يروحوا يشهدوا على توكيل العروس، ما هيك شيخي؟ ان شاء الله. يلا. بيكون بعلمك اذا ما طلع رشدي اليوم كتب الكتاب ما راح ينكتب. لك شبك شبك، هذا الحكي ليش عم تقولي الي؟ قولي لاخوك ابو محجوب. خير شو بكون؟ اختك مفكر الناس لعبه بين ايديها يا بعدي. شلون يعني؟ اساله. شو في رويدا؟ وينه رشدي؟ هلا بدنا نروح نجيبه. ايه وروح نجيبه، شو عم تستنوا؟ بدنا نكتب الكتاب الاول. لا شو هاد؟ كتب الكتاب ما بينكتب لحتى يجي رشدي لهون وشوفه بعيوني. ان شاء الله اكتوبر يا قلبي. شو ذكيه، شو فهيمه وفطينه، بدي اقعد العالم هون كلياتهم لحتى نجيب رشدي؟ شو العالم دبان ولا صراصير؟ لا دبان ولا صراصير، بس انا هذا شرطي. شرطك؟ شرطك ست رويدا؟ هلا صرت تتشرطي؟ بتخليني اجيب الشيخ والشهود وابن عمك وعمك وعم تتشرطي؟ عمي مشان الله وطوا صوتكم، فوتوا جوا على الاوضه. فوتي قدامي، فوتي فوتي. بده ينكتب ان قلتي ايه وقلتي اذا ما شفت رشدي ما راح ينكتب الكتاب. ولك عم قلك رشدي جاي. بوت حالي والله بوت حالي بوت حالي والله بموت حالي. ها ليش تموتي حالي؟ انا اللي بموتي. لك يا عبدو رح تقتلي للبنت. عبدو كرمال الله افتح الباب. روحي من هون انتي ولدي، روحي من هون احسن ما اجي احط فوقها. اسمعيني هلا بدو الشيخ والشهود وبدك تقولي ايه غصبا عن رقبتك، عم تفهمي ولا لا؟ والا قسما عظما مش خدك شخت النعجه، عم تفهمي؟ عم تفهمي؟ يا عبدو لك افتح. روحي من هون انتي ولدي، روحي. عمي ابو صفوان، عمي ابو صفوان. خيرك عم بيشوفي؟ نادي للشيخ والشهود خليهم يجوا هلا. ايه وانت؟ انا رح ضل واقف جنبها جوا، بخاف تحكي لها شي كلمه سودوشنا. مو هي قالت لكم انه بدها صفوها؟ ايه بلا شو بدك ورصة عمي، خلاص هيك احسن. ايه شو عليه مثل ما بدك.
فوتي لجوابك، فوتي لجوابك. اسمعي شو بدي لك، هلا بده يجي الشيخ، شو بيقول لك بتقولي موافقة؟ عم تفهمي ولا لا؟ وإلا قسما عظما شايفة هي السكينة؟ بذبحك فيها مثل ما بيذبحوا الغنمة، عم تفهمي؟ اذبحني، اذبحني يا بنتي، أنتِ رويدة بنت محجوب نويلاتي؟ ردي لي. أنتِ موافقة إنه أخوك عبده يكون وكيلك بموضوع زواجك من ابن عمك صفوان؟ يمكن اجى رشدي شيخنا. هي اجى رشدي. شو قلتي يا بنتي؟ روح صفوان، روح افتح الباب لرشدي. يا بنتي شو قلتي؟ قلنا لك اجى رشدي. موفى يا شيخي. شرفوا شيخي، شرفوا، تفضلوا تفضلوا على المضافة. يا الله. أهلين عمتي. أهلين، تقبرني. شو يا بنت، وين أخوك رشدي؟ هي عمتي أم لطفي، لما اندقت الباب فكرها عمك إنه رشدي. إيه شو عليه؟ شرفي عمتي شرفي. يلا تقبرني. لا 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 لا. قول وراي. قبلت. قبلت الزواج من وكلتك رويدة. الزواج من موكلتك رويدة. على سنة الله ورسوله. على سنة الله ورسوله. وعلى المهر المذكور بيننا. وعلى المهر المذكور بيننا. إن شاء الله ألف مبروك. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. إن شاء الله ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمتي الله يرضى عليك، قومي عجلة نحكي لشوف. قومي اختي، مشان الله لا تساوي بحالك هيك. عمتي والله رح ازعل منك، يعني مو معقوله انت تورطي اخوك هالورطه هي وبيت عمي، يحكي الحق الواحد لو قطع رقبته. لك اخ يا عمتي اخ، اني ورطه؟ اني ورطه هي؟ وفيقه قالت لي انك قايله لاخوك انك موافقه، كيف بدك ترفضي هلا قدام الشهود والشيخ وكل العالم؟ والله مالك حق عمتي. الله لا يوفقك يا وفيقه، لا انت ولا اهلك، الله لا يوفقك. عمتي أنا حاسة إنه صفوان ووفيقة ضحكوا عليها لرويدة. كيف يعني ضحكوا عليها؟ ما بعرف، اسأليها. شو القصة عم تحكي لي؟ قصة كبيرة يا عمتي، قصة كبيرة كتير. رشدي لهلا ما طلع من الحبس، لك الله لا يوفقك يا وفيقة، لا أنتي ولا أخوكي. والزلمة يا أعطاك الله. يا لطيف. شو هالحكي؟ مثل ما عملكم. يا لطيف، يا لطيف على المصيبة. المهم هلا الجماعة بيكون دمهم فاير، وبيت أبو عبده ما لازم يترككم بنوب هالكبير. عبدو دليل يا شي؟ بعرف، بس صفوان اكيد بيكون دليل. تفضل شيخي، تفضل تفضل. يا الله يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل شيخي. تفضل بركة، ما حدا بيقول لك بركة. تفضل تفضل. الله يخليك يا رب، الله يديمك، الله يرضى عليك. خلينا يا رب. يا الله يا كريم. والله كنت عم بكتب كتاب صفوان ابن ابو صفوان على بنت المرحوم ابو عبدو، ارملة المرحوم وضاح. شو هالحكي؟ هلا وقتها؟ سيدي الله يوفق صفوان نفسه فيها قبل ما ينكتب كتابه على وضاح. سبحان الله، شوفوا النصيب. شيخي انت سمعت موافقتها بإذنك؟ اي نعم، سمعتها بإذني وكررت اسمه قدامها مرتين ثلاثة مشان ما يصير فينا مثل المرة الماضية. هلا هن دريوا انه بياع العرق سوس ما؟ ليش بياع العرق سوس ما؟ ما؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هني عم يستنوا رشدي على اساس اليوم يطلع من الحبس. صفوان ايه ابي؟ كانه بنت عمك رويده ما لها خاطر بزوازي. هلا ليكون عبده جابرها. لا يا ابي لا، هي من خاطرها موافقه. يابا هو ابو سالم. لوين؟ لك شو لوين؟ بدنا نروح نجيب رشدي. ايه يلا يلا يلا. وانا كمان. لا عمي انت خليك هون. لا عمي لا، بدي روح اجيب مرت عمك والبنات مشان المسويات ياخذوا رويده ماما لعنا. روح روح لجهز برادر. يلا يلا يا بي. بمعيتك قالوا انه وصلنا على شويه ملبس وملضمينا. ايه ما تبطل لبس وملضمينا، لا تصغر. يلا يلا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك عمي في السلامه. الله معك. الله يسلمك.
وفيها فوتي لعند رويدة يلا تجهز أغراضها وتضب أمورها مشان اليوم مسويات تتيسر على بيت جوزها. يلا أنا ما دخلني هلأ بعلق أنا وياها. عمتي الله يرضى عليك خلينا نأجلها لبكرة. وليش بقى؟ يعني اليوم تطمن على أخوها رجدي وبكرة بناخدها عند بيت أخي أبو صفان. لا عمتي لا، اليوم بدها تروح على بيت جوزها وهلأ بس يجي رجدي تطمن عليه وخلصنا من هالسيرة بقى. عمي راح يجيب مرت عمي والبنات مشان أنت وياهن ووفيها توصلوها على بيتها. ها يمكن إجا رجدي لحاله. علي عقيد شريف. ماني فاضي. شو ما دريتوا؟ بشو؟ زلمة أعطاكم أمره. أنو زلمة؟ ليال عرسوس. العم قال حكي. ليش صفوان ما قالها؟ صفوان شو بده يقول لي؟ صفوان قاعد جوا وهلا كنا بدنا نروح نجيب رجدي أنا وياه. لا أنا تجيبوا رجدي، رجدي الله يعينه، راحت معه أيام أصلاً، بس ولا يهمكم، نحن ما لنا تركي. يا باطل على القصة. طول بالك عبدو، أمر الله ونفعت، يلا ديروا بالكم على حالكم، وهي الشباب لبضايات كلها بالحارة برا. الله معك عقيد الله معك. السلام عليكم. بالسلامة. رويدة 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 شوفي الزلمة مات. إنه زلمة الزلمة اللي ضربه رجدي مات. يا لأم يا لأم يا لأم يا لأم مصيبة. ورجدي مثل العقيد عم بيقول إنه رجدي راحت معه سنين وأيام. قولي على أمتي قولي على أمتي قولي على أمتي قولي على أمتي يا أمتي يا أمتي يا أمتي. ولك أنت مو قلت لي إنه الزلمة راح بيصفط حقه وراح بيطلع رجلي اليوم؟ لك مبلا يا أخي مبلا مبلا، بس شلون مات ما بعرف. لك أخي أنا اليوم الصبح كنت عنده. لك إيه ما كان مبين عليه إنه بده يموت. لك شلون مات؟ يعني كتبتوا الكتاب؟ ايه كتبنا الكتاب. يو روحي يا ما شوفي روحي البسي يا ما روحي. شو؟ لوين بدكم تروحوا؟ ليش عم تسألي؟ بدي روح معكم. لك رجلك كانت مفكوشة بدك تطلعي من البيت. ليش ما سمعت المثل شو بيقول؟ لا ما سمعت. قال الجمل بنية والجمال بنية وها. ايه لا شو قصدها؟ ليكون قصدها مشان يعني لك ما لا عرفانه شو عم تحكي. ايه خلص لك خذوها معكم والله حرام بتموت من راحتها هون لوحدها. الا فهمها قال صحيح كل الديوك صاحب ما بي الا ابو الذكيه. بس بعت لك همها انت الذكيه. لك امي انت منين بتجيبي كل الابدال؟ الذكيه هي علمتني اضحك ولا انت يا ابي انت عم تضحك لكمان. لك شو قاعد يحكي لك هلا انت بدك تعقلك بعقلك. المهم هلا هي عرفت انه جوزها كتب كتابه على رويدة. ان عرفت ولا ستين عمرها فارقة معها. روحوا روحوا البسوا يلا 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 جاي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا ميت اهلا وسهلا تفضلوا تفضل يا ميت تفضل. المأهل تقبريني يا ميت اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا. لكن فهمونا شو عم يصير بالحاره؟ وفي امر كثير مفتوح وفي امر محجوب. يا ميت اهلا وسهلا شرف عمي شريف. يلا تفضل تفضل شريف. ايه شريف ويفا روي يضرب حظي. قال مثل ما قال المثل اشتر الحزينة لا تفرح ما لقيت لحالها مطرح. ايه والله قال اللولية شافت بنتها على الحيط قامت قالت لها لك تضربي على هالمثل. هذا المثل ما بينقال مشان هيك شغلي يا جذبة. شبكوا شو القصة؟ ولا شيء بس الزلمة اللي ضربه رجلي مات عطاكي عمره. يالله يرحمه شو نساوي له يعني؟ شو نساوي له؟ بلا فرطانتي وياها يعني رجلي ما بقى يطلع من الحبس ولا 15 سنة. تقبريني معلش الحبس لرجال وبحياته باب حبس ما تسكر على رجال بيجي يوم وبيطلع. يلا تقبريني لا تزعلي هلا روحي بدنا نفرح فيكي اليوم. مرت عمي
كرمال الله تركيني بحالي. ها يو دوبريني، روحي ضبي اغراضك مشان تروحي على بيتك. يلا يا بنات خلينا نفوت نشق على ام عبده. انا بدي العب مع حجوم. الله يخليكي الله يخليكي. طيب تعي خدوني معكم. لا انت ما في رجليك عم توجعك، ما فيكي تطلعي على الدرج، خليكي هون. سامحني يا ربي سامحني. لا يا رويدة لا اوعك. لا يا بنتي لا، لا تموتي ملعونة. دخيلك يا عمتي لا 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 يا بنتي لا تموتي كافرة. دخيلك يا ستي دخيلك، روح دول عليه. طولي بالك يا ستي، والله بعدت الشباب يدوروا عليه. يا ويلي انا يا ويلي يا ويلي، والله على زلبلة بياكلوا عروس البلاد. هلا لكولي على حظي، والله ما تنيت فيه والله. شرف. يعني الواحد يحكي اللي له ويحكي اللي عليه. العقيدة بفهد ما قصر معنا بنو. اي والله دخيلك وبشو ما قصر بنو؟ يعني نحن حريمات هلا ما عاد فينا نحمي حالنا. استا صفوان يكتر خيره يكتر خيره. عمي مور عمي، هلا صفوان بروح مع الحريم بنت عمه لعنا على البيت، وانا وانت بنضل. ايه شو عليه؟ لا يا ابي لا، انا ضال معكم هون. ابو سالم خد لي الحريم وخد عربتك وشكلس لي امورك وما عليك مننا انت. ايوه معناتها قوم الا لرويدة جهز حالها. عمي بطريقك قول لهم يعملوا كاسه شاي للقبضايات اللي واقفين برا. انت بتأمر امر عمي. يلا عمي يلا خلص. يا وفيا وفيا لك ويكون؟ جاي جاي ابن عمي. شو بدك تقبرني؟ ليش عم بتعيط؟ وفوا وين رويدة؟ رويدة ما بعرف، بس على علمي كانت هون. ما ابو غرفتها عم تضب اغراضها. روحي ليلى خليها تستعجل وبتعملي بريق شاي وتبعتي لها الشباب برا. على راسي ابن عمي. عليا توبريني استعجليها لاختك. يلا حاضر. شرف شرف الله شرف. شو العقيدة ابو فهد ما اجا؟ لا والله لسه ما وصل. شرف شو ما وصل؟ وعدني لاقيه هلا بيوصل على وصول. عمي شرف يلا يا رب. تفضل شرف. يا علاقتي عبدي بنطفي عبدي بنطفي. رويدة مالك؟ يو وين اختك؟ طفشتوا الله لا يوفقكم. قولي على عمتي طفشت اختي من وراك من ورا عمايلك. شو القصه؟ صفوان شو القصه؟ والله ما بعرف يا صهري يا المهلمة. عمي كلف خاطرك شوي بدي اياك. خير عمي شو في؟ شو في؟ يا لطيف يا لطيف يا زادي اطلع عمي اطلع. خبر الشباب خليهم يدوروا عليها. خير شوفهم جماعة هجموا على الحارة. شو؟ هجموا؟ لا يا بلا الحق ابن عمك، روح انت وياه واب دوروا على بنت عمك. يلا واب بنت عمي. خير ابو صفوان شو القصة؟ قولي على عمتي عليك يا اخي رجعتي تركتيني. ما بكفي رجلي لاحم بني زينة كمان الوحيدة. قولي على عمتي قولي على عمتي. ولكم حالة ما شفتي انتي؟ امبلا شفتها. طيب ليش ما بديتي لنا؟ ليش هي مو كانت رايحه على الحمام واخذه بيجتها معها؟ على الحمام؟ قولي يا امي قولي على امي يا امي.
انتو شو بدكم بهالقصة؟ انتو ما اخذكم بالحارة، كل شيء بدنا اياه منكم تلاقوا لنا هالحرمة. ومين هالحرمة؟ شوفي علينا عقيد. عقيد اختي هربت. شو عم تقول؟ هربت؟ ايه والله يا عقيد هربت. اب شو مال؟ خذ شباب وزعهم بالحارة. تأمر عقيد حولي يا رجال. يلا الله شو بدك؟ تفضل تفضل يا رجال. مشان شو هربت؟ ما بعرف. اختك ما بتهرب، بتكون قاعده بشي اوضه. الله وكيلك هربت، الله وكيلك هربت يا عقيد. ايه ايه مزبوط هربت. قلت لك اختك ما بتهرب. طويل ياها بقى. مين في عمكم؟ عنا عمي ابو صفوان، عمي ابو لطفي. فكري طريق. يلا يلا شرفوا. شرف شرف عقيد، من بعدك والله. شرف عليك. قولي وين تركوني وراحوا؟ لك هلا بيجوا لك لعبوا الثياب بياكلوني. يخرب بيت الله لا ينفعك. لك وينكم؟ لك هلا بيجوا لك لعبوا بيعطوني. لك شو؟ يا بيت لك ليكني لك ليكني ها؟ لك ليكني ها؟ لك وين تركتوني ورحتوا؟ لك ليكني لك انا؟ لك هذا هو ليكو. قرب قرب لحظة. لك تعو لك انحلت رجلي. لك هجمت لك لعبوا الثياب علي. لولا ستر اوك انت انعطيت. الله يبيك. ساعدوا ساعدوا. يلا يلا خليك معي. يلا امشي. يلا مشي على مركب. شو بدها تقول الناس؟ بنت ابو عبدون ويلاتي هربت من بيت اهلها؟ بتعرفوا شو معناتها الحكي؟ والله يا عقيد ما بعرف. ما دعينا على حالنا. العقيد معه حق يا ابو صفوان. الله يصلحكم. يعني لو كنتوا انتوا قلتوا لي كنت انا ما خليتكم تحكوا لحدا. انتو جبرتوه على هالجوازة موين؟ لا والله يا عقيد، هي لحالها وافقت. هي وافقت لحالها؟ المهم لازم هلا نلحق ندور عليها قبل ما تبعد. عبدو تاخذ فرس المرحوم ابوك بتروح ناحية الشرق من طريق الشيخ رسلان. وانت صفوان؟ لا لا عقيد، انا بروح على رجلي اسرع. وانا بتروح من ناحية الشاغور. وانا الحنادي للطفي ونروح ناحية كفر سوسي. وانا؟ لا خليكم مع الحريم. المهم اللي بيلاقيها ما بيحكي معه ولا كلمة، واللي بيحاكيها كلمة أنا خصيمه. خذوه مطر. رويدة رويدة ستي. هلا وقت العسل بالجوز؟ ترك الزلمي بهمه يمكن يروح فيها. مات 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 مات. بعيد السبع عن قلبه. ليش هيك عم تفاول عليه؟ قوم قلع له بالله قوم. ابو حميد ابو حميد لك شوفي شوفي. ابو حميد شوفت عينك. كان الضبع بده ياكله بالبريه وليكو لا من تمه ولا من كمه. ايه خلاص لا تخافوا عندي الحال. ما بصير هالحكي يا ابو صفوان، ما بصير. اكيد الحرمه ما كان بدها تتجوز وانتو جبرتوها. الله وكيلك يا عقيد، ما جبرناها وما لنا دخل بهالقصه. منو لك ليش هربت؟
ابصر. شو هي ابصر؟ هي الكلمة ما بدي اسمع منكم بنوب. يا ابو صفوان العقيد الحق معه بكلامه. هي كلمة ابصر بتتفسر لميت معنى ومعنى. شلون يعني؟ يعني المخلوقة طاهرة وعفيفة وشريفة، وهي الكلمة بتخلي الناس يجيبوا معدلة مشكل ملون. مو هيك ابو محجوب؟ لك لك. بس انا مو هاد قصدي. نهايته هي القصة ما بدي حدا يدري فيها بنوب. ايوه، وبركي هي الحرمة ما رجعي، يعني الناس ما حتدرى فيها؟ نحن رح ندور عليها بالليل والنهار، وإن شاء الله منلاقيها قبل ما حدا يدرى من أهل الحارة. يا جماعة أنا ابني لهلا ما أجرى. ابونا وين؟ هنيك هنيك جنب الطريق. مين انت يا بنتي؟ احكي يا بنتي شو قصتك؟ تعي يا بنتي تعي معنا، تعوا يا اخواتي خدوها. شو قصتك يا بنتي؟ أنا هربانة من الموت. نقدر نحميكي يا بنتي. تفضل يا أخي تفضل. آخ آخ أي 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 آخ أي سلامي. سلامتك. أي عظامي أي سلامة عظامك تقبل. أي رجلي أي سلامة لزيك إن شاء الله. أخ أخ يا حظي أخ سلامة حظك. شو قلت؟ ليه سبوا حظك ما في شي ما في شي، بس عم يجعني شوية. أخ عم يزعك لكن سو أحكي أنا. قولي على حظك يا حظك يا عموسي يا عموسي. هلا يميني من حظي وحظك، وروحي شوفي لي حمارة تكون معشرة وجيبي لي منها شوية زبل يكونوا يابسين ما بدي اياهم طرايا. حمارة معصلة وزبل ويابسين وطرايا ما عم بفهم شو سانسو. لك ما في قصة ولا في شي، بس بدي ساوي دواء. دواء؟ دواء شو؟ هلا انت شو بدك بهالشغلة؟ هلا انت بتعرف تساوي دواء وتحكم؟ ايه ست الكل، بحكم وبساوي دواء للفهم كمان. دواء للفهم؟ لك ايه، بصير الواحد يفهم دحي وعطاي. يا اخت هنا. نعم ابو. بتطلعي الاخت لعندك على الغرفه بدخلوا لها سرير او بتخصصوا لها غرفه لحالها، بدي اياها تكون مرتاحه وما بدي حدا يزعجها بنوم. امرك ابونا كتر خيرك. تفضل. يا رب. يلا خلينا هلا نروح نسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام، وبكره بدنا نسافر على مكة المكرمة. أنا بدي حج لرماح وأنت بتحج لوضاح. رحمة الله عليهم، أعطى وأخذ. يبعث لي حمالي كل يوم عم يجوني بالمنام. ادعي لهم حجي ادعي لهم، الدعوة هون مستجابة. إن شاء الله يا رب. أنا كمان بدي أشوف لي واحد يحج عن المرحوم أبو أدهم رحمة الله عليه. شو قصتك؟ شو ما لك أهل؟
بس يا جماعة أخيكم تعبانة ولازم ترتاح، اتركوها. إيه أختي، بتحبي تقعدي لحالك بالغرفة ولا تقعدي معي؟ إذا ما بتتضايقي بحب إني أقعد لحالي. أهلا وسهلا فيكي، وشو ما بدك بس خبريني. كتر خيرك. كله من خير يسوع. مين يسوع؟ السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. بتآمني فيه؟ لك شلون؟ بآمن فيه مثل ما بآمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. صحيح أنت شو اسمك؟ أنا عليا. العذراء تحميك يا عليا. لك ليش هربت؟ الله أعلم، ما بعرف. هلا أنا اللي بعرفه إنه هي ما بتطيق صفوان، وأنا بعرف هيك شيء، مشان هيك سألتها إذا كانت موافقة عليه ولا لا. شو قالت لها؟ قالت لي موافقة. العمى غريبة هالقصة. أنتوا عم تدوروا عليها؟ لك شو عم ندور عليه؟ قلبنا حارات الشام وتضيع اللي حوالين الشام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. معقولة تكون هربت مع حدا مثل ما عم تقول مرت عمي مصفوان؟ يا باطل على مصيبة. يكتر خيرك يا عقي جاهر اللي سترت علينا. ايه يا جماعة، نحنا كنا ناطرين ليجي ابو خيرو مشان نعرض عليه الموضوع. شو رأيك يا ابو خيرو؟ آسف افندي موافي، انا عمو ابو خيرو. ما راح نلاقي احسن منك مختار بعض الضباط. بارك الله فيك عقيد، وإذا كان الرغبة عند الجميع هاي هي، أنا ما عندي مانع. وهي مضافة أبو الضاهر رح تضل مفتوحة للمختار. بس أنا عندي مضافة. فيك البركة يا أبو خيرو، بس أبو الضاهر موصي إنه مضافته لازم تضل مفتوحة والمخترة فيها، حتى الضيافة من خير الله وخيره. آه يعني حتى الضيافة عليه؟ أي نعم. يا سيدي الله يرجلنا يا سالم غانم بالسلامة يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. خلاص اتكلنا على الله. كان أنا ليش بعتوا لي خبر؟ يا سيدي بعتنا وراك، بدنا نرفع اسمك للداخلية مشان صير عضو، وأبو خيرو بدنا نرفع اسمه مشان المخترة. ايه أبو خيرو مرق سيدي. ما يؤمن عليك ظالم. دخلك بدي سألك، هالإشاعة اللي عم نسمعها على الفرنساوي صحيحة ولا؟ صحيحة والله يا بزيدي. الجنرال غورو ميبس رأسه وبده يفوت على الشام، وموجه إنذار للملك فيصل والحكومة. يلا اسمحوا لي خاطركم. مع السلامة. مع السلامة. ايه ابو خيرو دخلك وهذا الإنذار شو فيه؟ اخي شو فيه؟ في محاولة ذل وإهانة. شو الحكي؟ لك إنذار. ايه مسك تعطي يا الله. يا ابن الحرام انت. مين ابن الحرام يا ابو حميد؟ الولد اللي ضربه، يخرب بيته شو ابن الحرام ضربه وهرب. شفت عينك انا ما بقدر الحقه. اللي مين اللي ضربك؟ هو ضربني. انا ضربته؟ الله وكيلك، الله وكيلك، وكيل السماء والارض، ما ضربته. لك لا تصدقه. لك انا بس كنت عم بمزح معه، بمزح عم بعمل له هيك. لك انا بحبه، لك انا بحبه. تعال 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 شوف. والله إذا بيطلع بيدي لأمصعك مصع، الله يغضب عليك وعلى ستك كمان. أنا بفضلوا علي أبو خيرو؟ مين هو أبو خيرو ليفضلوا علي وحطوا مختار مين؟ يا مين؟ أنت بس فهمني، يعني أنت إلك عين بالمخترة؟ لك يا ابني يا صفوان، هاي القصة كلها مو خاطرة على بالي بنوب، بس والله شغلي بتهز البدن. هذا كله من ظهرك أبو لطفي، مشان تعرف اخواتك وجوازهم على حقيقتهم. شو بقول صهري ابو لطفي؟ والله زلمه منيح. هذا منيح. يا لطيف شو منيح؟ منيح؟ لا مو منيح، مو منيح منوم. لا تشتح حدا من رجله. مزبوط يا ابي، يعني ابو لطفي لو كان منيح مثل ما عمك تحكي كان سعالك بالمخطره. إيه هي سعالي بالعضويه، يكتر خيره. ذاتا لو لقوا عضو غيرك يحطوا ما كانوا حطوا. إيه لا لا ما بظن. إيه لا يا بظن، امي عم تحكي مزبوط. لكن ما بتتذكر وقت اللي حطوا محمد السكافي بدل ابو عارف وما حطوه؟ ها بلا بتذكر. الله بس هيك منيح على كل حال، عضو احسن من بلاها. يا بي خلص
أنا بدي أسعلك بالمخترة. أنت؟ إيه أنا. شو مالي معبي عينك؟ لك ابني مو قصة مالك معبي عيني، القصة بدها موافقة العضلات بالأول بعدين الداخلية، يعني شغلة مو سهلة بنوم. أبو صفوان المخترة بتاخذها من هالشوارب. شو؟ ليش عم تضحك يا بي؟ ما في شيء ما في شيء. أنت طول عمرك هيك، ما بتعمل أدرويمة لابنها؟ أنا؟ هذا يا سيدي الجنرال غورو ميبس راسه وبده يفوت على الشام. والإنجليز وينه؟ ليش ما بوقفوه عند حدهم؟ الإنجليز؟ الله يسامحك. طلعوا الإنجليز أوسخ من الفرنساوي، واثنيناتهم متفقين علينا وتقاسموا البلاد وخلصنا. طوع على بنا إنه الشريف حسين وولاده ساعدوا الإنجليز منشان الإنجليز يساعدوهم ويعملوا دولة عربية. أي على بنا، بس الجماعة خدعونا، ولو بدهم يساعدوا العرب ما كانوا وعدوا اليهود في فلسطين. اجوا على كيفهم ياخذوا فلسطين، امنعوا كلهم بلا ملك. اخلاك الملك فيصل شو رايه؟ لك الله يعين الملك فيصل، الجيش مثل العالم والناس لسه ما عنده، والحكومه اليوم مجتمعه ليشوفوا شو بدهم يساووا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك مختار؟ لك يطولوا بالكم، لسه ما صار شيء. لا يا سيدي صار، ومن هلا ورايح انت المختار. مؤقتا لمين ما يرجع بوضاح. يا سيدي يرجع ابو وضاح بخير وسلامه، ساعتها ما رح نختلف على المختره. ان شاء الله. ان شاء الله. هلا بس تخلص لبس بدك توصلني على بيت اهلي قبل ما تروح على المشغل. لك شو بده ياخذك على بيت اهلك؟ عبدو والله من قلبي من هالعيشه، بس عليا بتبكي من ناح وامك بتبكي من ناح. طققوني غب على قلبي يا عبدو. ماشي. خلصيني وليه شو نايطة، هدول عونطجية وما بيستاهلوا الكري اللي عم ياخدوه. وهي كرمال خاطرك ما ضل عنا ولا أجير، كلهم تركوا الشغل. بالناقص بكرة بنزل عالشام وبجيب بدال واحد عالشام. هلأ بالسهم فينا تفهم بالفلاحة. منعلمهم ما حدا قليل من بطن أمه متعلم. شو بنا؟ أوه روح ستي روح، راضيهم بكم وخليهم يرجعوا عالصغل. يلا ما حيرجعوا ستي، ما حيرجعوا طالما جوزك معلم عليهم. روح ستي روح قله ان ابو حميد ما عاد يوعد بالثاني بنوب. بالله شو انت خليك هون. بس يا حرمي انا خليتهم يشتغلوا بيوم واحد مثل العميل، يعني اكثر من اول باربع مرات. روح اعطيهم كره زياده وخليهم يرجعوا على الثغل. يلا ستي كمان كره زياده. بخاطركم ستي بخاطركم. الله معك. الله ستي معك. الله معك معك. حسبنا الله ونعم الوكيل. لك ليش عم تبكي؟ سبك يا ستي سبك. بدي اشتري. تكلم عينك خود هاي بلغوت وروح اشتري ستي. روح تقبلني. شو؟ بلغوت بحاله؟ مبعوض معودته. اعطينك ليه؟ اعطين حاسن. انت انا ما هيك معودتي، عوديني لي واعطيني كل يوم بلغوت. انا حقم منه بمالي. خود هاي بلغوت منيح. تعال ورجيك على صندوق العجائب بالبلغوت. تعال. شو أخبار أختنا الجديدة؟ الشكر ليسوع، أختنا كتير مرتاحة ومبسوطة. ما عرفتي شو قصتها؟ لا والله يا أبونا، شفتها متضايقة مو حابة تحكي عن شي. ماشي الحال، ديروا بالكم عليها لا تخلوا حدا يزعجها. حاضر أبونا نسيت لك شي. خير يا أخت هنا. عليا طلبت مني قرآن. اسمها عليا؟ ايه. بتبقي بتمري لعندي على المكتب وبتاخدي لها قرآن، وذكريني بس ينزل حدا من الآباء على البلد مشان يجيب لها معه مصلاية. كتر خيرك.
الله أكبر الله أكبر. وهي القرآن يا ستي، شو بتأمري غيره؟ يسلم إيديكي. الله يسلمك يا رب. وفي شغلة تانية أنت ما طلبتيها من أبونا، بس هو متذكرها ورح يجيب لك إياها. شو هي؟ مصلاية. الله يطول بعمره ويخلينا إياه يا رب. بس أنت منين جبتي القرآن؟ من عند أبونا. ليش أبونا بيقرأ بالقرآن؟ إيه لكان، أبونا بيقرأ كتير، هو واهب حياته كلها للعلم. هلا انت متأكدة انه هدول من حمارة معشرة؟ ايه تقبلني، متأكدة. ناوليني هالمحمصة، ناوليني محمصة القهوة؟ ايه بتتنفس. بتغسليها ست الكل. شو بنا؟ ايه مثل ما بدك، تفضل. ناوليني كمونات. على عيني. حطيهم معجنة. هيهم حطيناهم. بدك زي كمان؟ بدي لو عندي ثقل. روحي يلا معي. ايه يلا بتاعتني يلا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لك ليش عم تبكي؟ اسمع لقلك احسن ما اقيم عينك بهالملقطه. ولا الا سرحان الاواعي اللي كنت لابسهم تبعاتي لك حلوين عليك كثير ولبقولك، الا لستك تشتري لك اياهم وبراعيك فيهم. سبك لك ستي سبك، ليش عم تبكي تقبلني؟ قلي ليش، شو بدك؟ بدي الاواعي. هيك ما خلصنا من قصة الاواعي. اسمعي ست الكل، انا ما بعيرة ولا غلط من غراضي، بدك تدلني وتراضي انزلي اشتري لي اواعي جديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا جماعة اجتمعت اليوم الحكومة لتقرر شو بدها تساوي بخصوص الفرنساوي. اي نعم، ومثل ما بتعرفوا الجنرال غورو وجه لنا انذار قال لي يخوفنا. ما بشعر! ما بشعر! ما بشعر! ما بشعر! ويوسف بيك العظمي وزير الحربية اعلن المواجهة. نحن لها! بارك الله بهمتكم ونحن كلنا فدا الوطن. لذلك يا اخوان كل واحد قادر على حمل سلاح لازم يدبر له قطعه. المعركه رح تكون بميسلون، اللي عنده فرس يطلع عليها واللي ما عنده لازم يطلع بالترين، وموعدنا كلياتنا قبل صلاه الفجر قدام القهوه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مساء الخير. مساء الخيرات عليا. شو؟ يسوع له المجد قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بالحجارة. لهيك أنا رح صلي ليسوع مشان يغفر لك خطيئتك. خطيئة شو أختنا؟ خطيئة شو اللي عم تحكي عنه؟ ليش مو أنتي هربانة من أهلك وكانوا بدهم يذبحوكي؟ إيه بس القصة أبداً مو هيك. لكن ليش أهلك بدهم يذبحوكي؟ خلص، إذا هالقصة بتضايقك بلاها. يا أختنا صدقيني أنا قصتي طويلة كتير وما بدي وجع لك راسك فيها. لا معلش يا أختي، وجعي لي راسي، أنا لازم خفف عنك. أنا يا أخت أنا. لك يا صفوان. صفوان. ايوه لا حول ولا قوة. شبك يا ابي شبك عم تعيط؟ خير شو في؟ شو في؟ مو انت اللي رايح تحضر الطبنجه وفيقك اول ما يضرب الطبل مشان تروح مع الشباب؟
ايه والله ايه والله يا ابي مزبوط مزبوط، بس والله ما بعرف شو صار لي فجأة هيك ضفت وما عاد احسد احرك بنوب، بس والله طول مالي قاعد فوق عم بدعي لهم بالنصر. ها عم تدعي لهم بالنصر؟ ايه والله عدنان. انا قلت لك ابني ما بده يروح، انت حابب تروح روح ما حدا ماسكه. ايه شو عليه مثل ما بتكون، روح جيب لي الطبنجة. ايه يلا يا ابي تكي بجيب لك الطبنجة. وبركي ضيعت له اياها هنيك، بتشتري له غيرها؟ لك يا حرمي شو صاير لك؟ لك في ناس رايحة اليوم تستشهد وتدافع عن البلد، هلا بدك تجيب سيرة طبنجة وما طبنجة؟ والله جمعت البرغوت فوق البرغوت لحتى اشتريت له اياها، انت شو على بالك؟ يلا يا ابي يلا، راح بطلع بجيب لك اياها هي والفشكات تكي بس. روح يا ابي روح. شو يامو؟ في عرس بالحارة يعني؟ لا ما في عرس، فوتي الدفسي. والله سامع صوت طبل، ولا مثل ما قال المثل طبل بدومة والعرس بحرستها. تعالي يا بنتي تعالي وديني تعالي. يو ليش انت لوين رايح يا ابي؟ رايح على الجهاد. اخذني معك مشان الله، والله طائر قلبي. ليه؟ لك انت خوتها لتبنتي خوتها؟ لك هذا الجهاد يعني حرب حرب حرب؟ ايه حرب. يلا دعيلي دعولنا. الله معكم. الله يسلمك يا صفوان. لك يا صفوان يلا يا ابني. يا مو هلا وين بصير هذا الجهاد؟ بجهنم الحمراء. تعرفيها جهنم الحمراء؟ هنيك. صفوان وينه صفوان؟ صفوان مريض نايم بالبيت ما له حس تاني يروح. ايوه انا بدي روح معكم. هاي الطبنجة تبع صفوان. هات الطبنجة ابو صفوان وانت بلا ما تروح. لا عقيد انا بدي روح معكم. اسمعوا يا رجال، كل واحد عمره فوق الخمسين يطلعهم بالحارة. ليش يا ابو خيرون؟ اخي عنا شباب مثل الفلة، انتو خلوكم هون بالحارة ودعونا. بس انت عمرك فوق الخمسين. عاشب افندي أنا عمري 49 سنة، يعني بحق لي روح معه. الله بحي الشام وتراب الشام. يلا يا رجال عيننا شيخي. يومك يا مكبوت العين، يوم يومك. يا الله شرف شيخي صباح. يا رب يا رب رب اغفر لنا وارحمنا وانصرنا على اعدائنا يا رب العالمين. امين يا رب. انت القوي ونحن الضعفاء فانصرنا على الاعداء. امين يا رب. النصر من عندك يا الله. امين. الله ينصر رجالنا يا رب العالمين. امين. يلا يا شباب ارجعوا سالمين غانمين. امين يا رب. الله ينصرهم الله ينصرهم يا شباب. طول الليل ادعوا. ها طول الليل. يلا يا شباب عدوكم لا تنسوا قيام الليل. ها السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا جماعة
ادعوا لهم الله ينصرهم بجاه الحبيب محمد. امين يا رب. يا رب ينصرهم يا الله. امين يا رب. الله ينصرهم بجاه الحبيب محمد. امين ويرجعهم سالمين غانمين يا رب. امين. الله يرحم الله يسمع منك يا شيخنا. لك بس بدي افهم، شو الله جبره يروح هيك روحه؟ شو الله جبره؟ خليه يروح يا مو، خليه يروح. يعني مو احسن ما الناس تحكي علينا وتجيب معدلنا بالعاطي؟ يعني هلا انا لو ما كنت مرضان ما كنت رحت معه. لا دوبر، خليك انت جنبي، خليك هون. يعني ما علي، قلبي عم بيفرك فرك لحتى اروح معه. ليش فكرك انا هيك مبسوط؟ بس شو الخواص؟ مريض ضعفان. وبركد هالابوك صابته شي فشكه وقتلته، مين بيعوض علينا نحن؟ بيموت يعني؟ ان شاء الله ما بيصير له شيء يا ابو، ان شاء الله ما بيصير له شيء. ما قلتوا لي بيموت يعني؟ ولك يا جدبة ما بيموت، بيستشهد. بيستشهد؟ لك تضربي انت وياه على هالمنطق. ايه بيستشهد. شلون يعني؟ يعني بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وبيموت. السلام عليكم. ها اجا ابي. اهلين يا ابي. شو ما رحت معه؟ لا والله يا بنتي ما خلينا. قال كل واحد فوق الخمسين ما بيروح. احسن، بالناقص من هالروحه. يا الله يا بي، يعني ما استشهدت؟ لك لك ليكني قدامك. يا الله، وليش ما استشهدت؟ ايه بدكم يعني استشهد يعني؟ ايه شو ناقصك لحتى ما تستشهد يعني؟ ولا مثل ما قال متى؟ ومين تبي عم خلقتي؟ ومو من هون؟ يا الله من عيني. يا سريع من خلقتي. وين الطبنجة تبع صفوان؟ اه عمل لك وين الطبنجة تبع صفوان؟ طالعها واعطيها. طبنجة اخذوها مني واعطوها لواحد ما معه سلاح. نعم نعم، نحن شو الله جابرنا نعطيه طبنجة؟ خلصنا بقى صفوان، الله يخليكي. عادي يا ام عادي، خلصنا خلصنا، يعني اخذها ستي دخيلك، شو هالقصة؟ لا قصة، بكره بس يرجع بتاخذها منه، سامع شو عم قلها؟ خلص صفوان قوم جيب الطبنجة من السيفة وصلحها وخليها معك. هي عاطلة وبصدية يا ابي ما بتصلح. هلا بدك تعطيني طبنجة مصدية وعاطلة من ايام جدك وجدي؟ خلصنا يا امو، خلصنا لفنيها. نحن يا بيك قصدين الله وقصدينا منشان المشكلة اللي بيناتنا. انا؟ ايه انت؟ هلا انت كبير الضيعة وكلمتك ماشي على كبير قبل صغير. تفضلوا تفضلوا يا رجال، تفضلوا على النظافة، شرفوا. تفضلوا تفضلوا. يلا امي يلا يلا، كل شباب الحارة راحوا، الله ينصرهم يا حق. وانا يا مو، وانا ليش العديد ابو فهد ما اخذني معه؟ انت امن فيك بالخان، ولو ما بيعرفك شهمه قبضاي ما كان سلمك الخان بغيابه. لا اختي مو هيك القصه، العقيد ابو فهد مستصغرني، انا لا تشوفيني هيك صغير وقصير، والله ما يفلتني على الفرنساويه لا اكلهم بلا ملح. خلص تقبرني لا تزعل، فوت معي، فوت عاوزتك بشغله. انت ليش زعلان تقبرني؟ هاي صرت مخيم الخان ورح تلعب بالمصاري لعب لبين ما يجي العقيد. فردوس هدول المصاري لهم صاحب، هدول أمانة. تقبرني بعرف إنه أمانة، بس يعني إش كان أخي شمروخ إجا على باله شغلة منجيب له إياها لبين ما يرجع العقيد بيخصمون من شهريتك. ليش وينه أخوك شخروخ؟ أخي شمروخ يقبر قلبي إن شاء الله، راح على الحرب كمان بحارة؟ لكن شو مفكر؟ بيهون عليه يروحوا كل شباب الحارة يحاربوا وهو قاعد؟ عفارم عليه والله أبضاي، يعني هلأ ما عاد يرجع لتخلص الحرب. لم تبرني بيجي إمتى ما بده، أخي شمروخ مو مثلنا، يعني غمض عين فتح عين تلاقيه صار ببلاد الواقوة. إيوه صحي والله. قبل ما يروح وعدني إنه يسعالنا بباب رزق بيغنينا لولاد ولادنا. يعني بيدلنا عشي كنز؟ مو بعيدة، أخي شمروخ بيطلع بإيده يعمل إيش. يلا يا مو. نعم يا مو. أنا رايحة، عاوزة شي؟ لا سلامتك تقبريني. يا مو شومان وصياح عم يلعبوا بقوطي، ديري بالك عليهم على بين ما أرجع. على عيني تقبري قلبي، بس أنتي لا تأخري. لا يا مو يلا خاطري. مع السلامة حبيبتي. أخي شمروخ
بيرمي جبل على جبل. لو تشوف يا مصري بارح أخذني على بلاد الواقوا. ولي شو حلوة هالبلاد ولي. طيب شلون أنت هيك بتأمني تروحي معه؟ بركي تركك وما رجعيك. هذا أخي شمروخ، في حدا بيترك أخته؟ يعني ولو كان بس بيضل هذا سفر. لا لا تقدرني، شمروخ ما بيعملها. بعدين أخي شمروخ إله قيمته بين ال بسم الله بسم الله بسم الله. فضائل قل هو الله أحد، فضائل قل هو الله أحد، فضائل الله والنبي. كشبر وبعيد كشبر وبعيد. دستور دستور دستور. نحن يا بيك بيت الحمدان، يجوا بيت أبو صالحة يستوطوا حيطنا ويسرقونا العدان. شو هالحكي؟ الله وكيلك يا بيك. لا يا سيدي هالحكي مو مزبوط بنوب. يا عيب الشوم عليكم يا نسين يا حرامية. نحن يا بيك بعمرنا ما كنا حرامية. بعمركم ما كنتوا حرامية؟ لكم مين سرقنا الدندان لبيت حمدان؟ العدان يا بيك العدان، قصدي العدان. ما حدا سرق لهم يا هن، طول عمرهم مفتريين. وانتوا ليش مسيبين رزقكم هيك؟ تاني مرة بتضبوا عدانكم وبتسكروا عليه، ما بتعرفوا انه المال الداشق بيعلم الناس على الصراط؟ والله يا بيك هن سبقونا وفتحوا النار. هلا اتركني من النار وخلينا بالعدان. اسمع يا ابو ايش قلت لي؟ اسمع ابو صخر يا بيك. اسمع يا ابو صخر، العدان بده يرجع لاصحابه، ولا تبعت واحد من رجالك يجيبه لهون. اه شلون بدي اجيبه لهون؟ شو شلون بدك تجيبه؟ بتجيبه مثل ما اخذته. العدان؟ ايه باباتي العدان. شبكوا؟ ليش عم تضحكوا؟ العدان يا بيك دورنا بسقاية ميت النهر. شو قلتوا باباتي؟ بدك شي يا عمو؟ لا سلامتك تقبرني. خاطرك. مع السلامة. مرت عمي. نعم تقبريني. نعم. شو بدنا نساوي أكل اليوم؟ يلي بدك يا تقبريني، أنت بس اطلبي وتمني. يا اللي بدي يا أنا؟ يلي بدك يا بساوي لك يا بإيدي هدول. يا أنت بدك تساوي الأكل؟ لك أنت تقبريني لك بإيدي هدول. أنت الغالي ومرت الغالي، كأنا بحبك مثل بنتي نصرة ويمكن أكتر شوي. أيوة. هو صحيح أنا بيطلع خلقي بعض الأوقات عليكي، بس مو كرهم فيكي. تقبري قلبي والله من ديان خلقي من ديان خلقي. إيه أنا جاي على بالي بيض على قاورمة، بس أنتي بتخبي البيضات بالنملية وبعدين بتبيعيهم. إيه بعت لي حمى والله في سبب، أنا بجمعهم مشان بيعهم أشتري ملاية. مالك شايفة ملايتي مهرية ولا إلك؟ بلا هالملاية بلا بلا. لا مرت عمي إش كان مشان الملاية؟ لا لا حبيبة قلبي، روحي جيبي المفتاح من قوطي وتعي افتحي النملية وكلي اللي بدك يا. وين حاطة المفتاح؟ تحت المخدة تقبريني، تحت المخدة. وبعد ست شهور بس يستو منيح لعاقتيك شوي. ببلاش باباتي ببلاش. شلون بدهم يستو؟ وليش لبعد ست شهور؟ لا باباتي لا، ما حزلت بنوب. تعلمنا سر المصلحة، بس يا عيب الشوم عليكم لأنكم ما علمتوني. شو بدنا نعلمك لك أبو حميد؟ تعلموني سر التتن اللي عم تتزهرموه. بس كتر خيره أبو شبلي، علمني وعطاني سر التتن. أبو شبلي أنت شو عم تحكي لك أبو حميد؟ عن زبل الحمير اللي بتساووا منه التتن باباتي. لك أنا أبو حميد خود وجيب لك، ما بتخفى عليه خافية. زبل حمير؟ إيه سيدو إيه زبل حمير. وبالعلامة منجيب زبل حمارة معشرة ومنحمصه مع الكمون ومنطمره تحت التراب ست شهور وبيصير تتن من هذا اللي عم تتزهرموه. هيك لك يا حيف عليك يا كرمو يا حيف. شو مفكرني على نياتي؟ لك هذا بشبلي عم يضحك عليك، هات شغلت وعملته يتمسخر على الناس. شو هالحكي؟ أبو شبلي عم يضحك علي؟ لك نشوف فكر، قال زبل قال. طيب احلف لي يمين إنه هالتتن هاد ماله زبل حمير.
وشلون عرفت؟ ما بعرف، يمكن كانت عم تتنصت من ورا الباب ولي عليها شقوية وقادرة. طالما انها عرفت انك مخاوية وصارت دللك لا حتتخافي منها. يا وبركة ان طلبت مني شي طلب؟ اكيد رح تطلب منك شي شغلة مشان تتأكد انك مخاوية. وساعتها شو بدي ساوي؟ ساوي مثل ما رح قلك. ابو حميد، ابو حميد، شو بدك؟ عاوزك شغلة. انا مالي فاضي لك، ومن يوم وراي ما بتحكي معي بنوب، فهمت؟ لا لا ابو حميد، ما صرنا قرايبين نحن. بس يا مو فردوس، ما قلتي انه رايحه لعند بيت اهلها؟ لك تقبرني، لقيتها دايخ خلقها، امي تسويت الاكل، اكلت وقلت لها اذا جاي على بالك تروحي لبيت اهلك، خدي صياح واخوه وانت ما عليكي من نصري. يا مو؟ نعم. انت سويتي لها اكل لفردوس؟ يا انا تقبرني الكمي. شو سويتي لها؟ سويت لها 10 بيضات وكفكيرين قاورمه. قلت لحالي خليها تعبي بطنها، خطيه خليها تاكل صحتين على قلبها، واذا زاد شي باكلهم انا وياك. وزاد ولا ما زاد؟ لا تقبرني ما زاد شي. يلا فداكم، خليها تاكل صحتين وانا. يا مو؟ نعم. انت كانه صايره عم تدلليها زياده لفردوس. ايه يا مو، بدي اسالك شو قصه فردوس؟ كانه مخاويه مو؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. خاوية، بس انت شو عرفك؟ سمعتها وهي عم تحكي لك عن اخوها. شو كان اسمه؟ شو كان اسمه؟ شخروخ، شمروخ. هي دستور، دستور. بسم الله، بسم الله، دستور. لك ابني كنت قولوا لي من الاول، كنت خليتها تكشف لي وتشوف لي هالوجع اللي بالمفاصل والاجرين. خلاص خلاص يا مو، ولا يهمك. هلا بس تجي رح احكي لك انا معه، مشان هي تحكي مع اخوها شمروخ ومناخذ لك موعد عنده. بس هلا ما نو فاضي، عم يحارب. يو ليش اني بحاربوا معنا؟ قتل 5 فرنساوية. هذا ابو سبلي، قاصد الله وقاصدك بخدمه. منو؟ ابو شبلي؟ اوعي تجيبي لي سيرته على لسانك بنوب. ليش يا رتا؟ والله ابو سبلي زلمه ادمي وبينخدم. خدمه واحده تسهل امره ان شاء الله. لك ليش؟ شو مساوي معك حتى زعلان منه كل هالزعل؟ لا مو مساوي لي شيء، بس انا ما بحبه. ما تحبه ما تحبه، بس انت ساوي له الدواء وخد المصاري، وهو من عنده وانت من عندك. والله ابو سبلي زلمه ادمي وبينخدم. الدواء شو؟ هذا يا سيدي، انا حكيت قدام ام سبلي انه انت حكيم وبتساوي دواء للفهم. دواء للفهم؟ لك ايه، مو انت قلت لي هذيك المله انه انت بتساوي دواء للفهم؟ لكان 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 مساوي دواء للفهم لكان ولتزكو كمان. ولما سمع ابو سبلي بالقصه تزاني دخل علي مشان احكي معك تعمل له دواء للفهم. ايه والله زلمه لازمه دواء للفهم كثير، حاكم ما بيفهم نوم. ما معك حق يا ابو حميد، والله ابو سبلي على سلامته، بس هو بده ياخذ من الدواء لانه صاير عم ينسى كثير، يعني بيدين وبينسى، بيدين وبينسى. قال لحاله بلكي اذا اعطيته من هالدواء ببطل ينسى خطي. رح يتذكر ورح يصير يفهم كثير كثير. بس بتقلي له انه هذا الدواء غالي كثير، كثير غالي. والله يا اخي ورحمة ابي تحت التراب انهم ضحكوا عليها لرويدا. ولك شلون يعني ضحكوا عليها؟ اجا صفوان لعند وفيقة وفاتوا على المضافة، وبعد شوي طلعوا منها، بعدين شفت رويدا ووفيقة واقفين وعم يتوتوتوا بأرض الديار. يعني إذا رويدا ووفيقة كانوا واقفين وعم يتوتوتوا بأرض الديار، بيكونوا ضحكوا عليها؟ هن انكذبوا عليها بقصة رشدي، وقالوا لها إنه صفوان بيقدر يطالع رشدي من الحبس إش كان هي وافقت تتجوزه. وأنت شو اللي عرف هيك؟ كنتي معهم يعني؟ لا، بس أنا هيك فهمت من رويدا. هاد حكي مانو مزبوط بنوب. الله لا يوفقك يا رويدا ويقصف عمرك. لك جبتي سمعتنا بالأرض وخليت اللي بيسوى واللي ما بيسوى يحكي علينا. لك سمعتنا صارت بالطين. ايه وايدا طيب. والله يا اخي رويدا مظلومه، والله مظلومه. لك حاجه بقى مظلومه، لك رويدا اختك بتظلم بلد بحالها. الله لا يوفقك. بسيطه يا ابو شبلي، بسيطه. عامل لي حالك ذكي وفلهوي وبدك ياني دخن زبل حمير. مو على عيني لك، مو على راسي. اي والله لطعميك زبل غنم والله.
لك يلا يا حلمي شو صار معك؟ يلا يلا صالوا هاتي لشو شوف حطيتي لهم شراب التو؟ لك لك حطيت لهم شوف سعد حلمين صالوا يا سلام ايه ها يلا حملي ضرب طريقك وتركيني لحالي لا خليني اتفرج لك ما بيصير حدا يتفرج علي اوام روحي امري لا خلي حدا يجي لعندي حاضرين وقعت ولا رماك الهوى يا ابو شبلي وين راحت البنت يا ترى وين بدها تروح أكيد موعدت لها شي واحد وهربت معه صبحية زمي حدك ها شو نسيتي إنها بنت أخي ومن لحمي ودمي لا ما نسيت بس الواحد لازم يحكي الحق ولو على قطع رقبته يلا مثل ما قال المثل يا مصفاية ما يعيبك بخش ها شو قصدك ولا شي تصطفل منك لبيت أخوك شمروخ قال شمروخ دستور رزقتنا حلوة بهالكم يوم الحمد لله الله يرزقك حبيبتي اعطيني الدفتر الصغير من جيبة الجاكيت يلا على عيني خيرو امتى وصل هذا المكتوب؟ هذا المكتوب بعت لنا يا أبي عم يطمننا عن حالهم وبده يطمن علينا وليش ما قلت لي؟ والله نسيت انشغلت هاتي هاتي لأقرأ لك يا لا لا أنا بقرأ لحالي ما في أخبار عن أهلي سميحة طولي بالك الحي لابد ما يرجع وأهلك بإذن الله بس تخف مصيبتهم رح يرجعوا أكيد على الحارة مصيبتهم كبيرة كبيرة كتير ما رح يرجعوا على الحارة سميحة بتحبي نرجع على الشام لا شو بدي روح بالحارة ساوي وأهلي مالهم فيها يعني عم بقول لحالي بركداً أهلك بيكونوا بشي حارة تانية وبس يدروا إنك رجعتي بيجوا لعندك وبيشوفوكي أهلي مالهم بالشام لو كانوا بالشام كانوا راحوا سلموا على أهلك وسألوهن عني أي والله صحي شلون ما دارت لي لك وينكي ستتهم وينو لك هون حطيته يا ربي دخيلك عجبك هاي ضعكي ستتهم وينو؟ شلون ضعكي ستتون؟ والله ما بعرف حطيته جنبي فقدته ما لقيته ادور عليه دور لك دورت عليه بكل الأراني الله وكيلك ولا قال لك اليوم بلاها لا ايوه شو بلا ابو حميد بدنا نسهر وننبسط ونسخسخ وانت بلا تتون ما بتسوى بلغوت الله يسامحك يا عموش قوم روح لعند كلمه وجيب تتون وتعا يلا هيك قلتي؟ بس كرمو ما بيعطيني التتون إلا بمصاري وأنا ما معي مصاري هاي تقبضني خد هاي مصاري ووحدي بتتون عند كرمو عفين ما أنا أتغنى وأتهندد وروق معك يلا تغندري وتهندسي سعيسي تقلك اليوم إذا أبو سبلين قال هو بده دوايات اللي وصاك عليهم سنفهم ليش نشفوا الدوايات؟ نشفوا صاروا مثل الملبس بكرة منعطيهم Thank you.
كريم انت الكريم. يلا يا رب. ايوه يلا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. اي أيوة والله. اي أيوة والله. الحمد لله. اي أيوة والله. وحد الله يا جماعة، ما بعد دقيقة فرق. لا اله الا الله. منصورين بعون الله. ان شاء الله. امين يا رب العالمين. تفضلوا اشربوا شاي عندي قوموا. هلا وقت الشاي، مين اللي نفسه يشرب شاي يا ابو زيدي؟ وحد الله يا رجل، شو ما حدا راعى الجهاد غير ابنه؟ قوموا نشرب شاي. خلينا غيره. نشفت لنا ريقنا ونحن قاعدين هون. صباح الخير يا فردوس. صباح الخيرات مرت عمي، تفضلي. الله يزيد فضلك يا أصيلة يا بنت الأصول. آخ. خير مرت عمي؟ آخ يا بنتي، هالوجع الرأس والمفاصل ما عم يتركني بنوم. ما فايا مرت عمي ساوي لك كاسة زهورات؟ شو بدها تعمل كاسة الزهورات؟ بدي تسألي لي أخوك شمروخ بس يجي من الحرب، شو سبب الأوجاع اللي ما عم تفارقني؟ أخي شمروخ؟ إيه تقبريني، أنا عرفت كل شيء. عرفتي كل شيء؟ وشلون عرفتي؟ لك يا حبيبتي ما في شيء بيتخبى، هلا قولي لي بدك تكشفي لي ولا لا؟ بكشف لك، ليش لا؟ وإمتى بجي أخوكي؟ أخي بيلبيني إمتى ما طلبته؟ دستور دستور، الله يجعل كلامنا خفيف عليه هون، تأمريني طلبي طلبي هلا. يلا. أخي شمروخ؟ يا أخي شمروخ، أمانة ترد علي؟ وعليكم السلام، شلونك أخي؟ شو اسم أمك؟ بهية بنت منيرة، وأبوها اسمه؟ بكفي اسم أمك. بهية بنت منيرة. بهية بنت منيرة. الله لا يوفقهم. مين هدول؟ يبعتلن قتلن يا مرت عمي، عاملين لك عمل. مين هني؟ أخي شمروخ مارتي. دستور 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 من خاطر، الله يجعل كلامنا خفيف عليهم. دستور. وين العمل مدفون؟ وين؟ ايوه سحر مدفون مدفون قدامي هون، السحر مدفون. قومي قومي مرت عمي، يلا السحر هون. يلا 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 يلا. يي يي لقيته يا بنيتي، لقيته. ما قلت لك اخي شمروخ ما بيكذب، هاتي لشوف شو. سلامة قلبه من الكذب، انا ما قلت عم يكذب. ها اوعي ولي ولي يا مرت عمي، ولي ولي فيه شعر وإبرة. قلت لك هاي الإبرة اللي عم توجع لك راسك ورجليكي. الله يصطفل فيه، شو عملت له لحتى عم يسحروني؟ أيوة. وفي واحد تاني وين؟ بالحوض هني. في واحد تاني. روحي مرت عمي روحي، كشي بيديكي. أبو حميد مشان الله ما تواخذني، والله كنت عم بتزح معك مزاج. ما بتتواخذ باباتي، ما بتتواخذ. إيه بس الياد الدواء شلون بدي اشربه؟ هدول بتبلعهم بلا، اوعى تقلطن قلط، لأنه مرين مثل العلقة، تاخذ حبة وبتحطها بسقف حلقك وبتشرب وراها كاسة مي. ايوه ودخلك هذا الدواء مجرم؟ هذا مجرب. لا أبو سبلي بزعل منك، ها دواء أبو حميد مجرب وما في مثله. يعني ما بقعد بنسى؟ لك شو تنسى ما تنسى؟ لك والله لخليك تتذكر الحليب يلي رضعته من صدر أمك. وتصير تفهمها عالطايف. عالحارتين كتر خيرك يا أبو حميد. شو هي كتر خيرك ما كتر خير؟ وين تنصرف هي؟ مد إيدك مد إيدك وعطيني حقهم حبيبي، مد إيدك باباتي مد. لك على راسي يا أبو حميد. يا الله أهلا وسهلا. يا الله يا حبيبي، ما بدي عمر. سكنت محمود اللي بيته بالسوق ولدت الحمد لله. جابتهم خزيت العين توم. الله يحمي الشباب ويردوا سالمين وآمين بإذن الله. آمين آمين يا رب. دخيلك شو راح يصير عليهم؟ يعني الشباب ما بينخاف عليهم؟ لك نيالك على القلب، شلون ابنك بالحرب وبالك ماله مشغول عليه؟ ايه أخي ما راح معه. ايه والله ابني ضعفان يقبر قلبي، لا أدران لا يروح ولا يجي، بس طول الليل طول الليل عم يطج ويركع ويدعي لهم. ها ها من هيك مبرد قلبك وما على بالك شي حبيبة قلبي.
شوفي انا رغم انه ابني ما رح محوم لكن ما لكم يمين علي وصدقوني يا جماعه انه قلبي عم يشعل نار عليهم. الهي يا رب، الهي وسيدي ومولاي ترجع لنا اياهم بالسلامه. قادر يا كريم. امين يا رب امين. والله طول الليل طول الليل عم طج واركع وادعي لهم. قال مبردي قلبي، قال اعوذ بالله، والله كلهم بسعر ابني. بس يعني قصة رويدة وأخوها رجدي عامي على قلبي عمي. يو ليش شبه رويدة؟ يي يعني خلي الطابق مستور، الله يستر على حريماتنا. يو شو قصة أم صفوان؟ رويدة حلبت. إيه حلبت؟ يو أنت شو بدك بهالحكي؟ إيش بدك ياهم ما يعرفوا ويضلوا هيك مثل ما قال المثل، مثل الأطرش بالزفة؟ صلاة محمد يا أم صفوان تحكي، والله شغلتي لنا بالنا على رويدة. يو يعني العقيد أبو فهد ما حكى لكم؟ لا يا مو، العقيد أبو فهد ما بيحكي شيء بيصير بالحارة، وخصوصا إذا شغلة بتخص الحريم. احكي أم صفوان احكي. رح أحكي لكم، بس أمانة بصلاة محمد ما بتجيبوا سيرتي. لا خذ لا بصير احكي احكي أم صفوان. رويدة هربت. يو يا لطيف. هربت؟ يضرب قلبي عليها المخلوقة شو معترة. ما لحظ يا حصرتي ما لحظ. وليش لتهرب؟ حدا ضايقها شي؟ أعوذ بالله، مين بده يضايقها؟ ولي على قلبي رجدي بالسجن وعبده يا دوبه يا دوبه، بيته ومرته وشغله. إيه والله والله ما حدا بيعكر لها مي من يوم ما مات جوزها وإجت على بيت أهلها. الله وكيلكم الله وكيلكم، بنتي عاملت لها خدامة. لوين راحت؟ ما بعرف. أبصر يا ما تحت السواهي دواهي. شو قصدك أم صفوان؟ مو قصدي شي، ليكي تقبريني. أنا عندي حريمات الله يخلي لي إياهم وما بحط حدا بزمتي. أي والله. لا يا أم صفوان حرام عليكي. يو ما حكيت شي، قلت لك أنا عندي حريمات وما بحط حدا بزمتي. يلا يلا انت وياها. يا مو احكي لهم كيف وافقت تتجوز. لك خرسي بلا لعي، ما بدنا مشاكل. وافقت تتجوز مين؟ ما حدا، نحن ما دخلنا بهالقصة. يلا يلا انت وياها. قال مثل ما قال المثل، اهلك لا تقربهم بيقرصك عقربهم. اصلا طب الجرة على تمها، البنت بتطلع لأمها. تفضلي تفضلي فتحة افندي. يلا استودعناكم. مع السلامة. وينك وينك؟ اختي صفوان اختي صفوان. روحي لقلك والله لأدعي لك إلها من جوات قلبي إنه الله يطعمها ولدي، يفرح قلبها وخاطرها. يو الواه الواه. سلامي أهلا وسهلا. شرفتوا. هي وشها حبل ولادي. شرفتوا يا مو شرفتوا. وينك اختي؟ اختيها لعند فردوس كنتنا. يي شو بدها تساوي لفردوس؟ يي الله يصلحك على هالحكي. لك فردوس مغاوي تلقي جبل لجبل، اللي بدها اياه بصير. يو فردوس. ايه فردوس فردوس اللي معجبتك انت، روحي وجربي. شو بها فردوس؟ يبعت لك حمى تسلقك شو كتارة غلبة. يلا خاطرك النصري. مع السلامة ام صفوان. وبعد ما راح جوزي على الاخت عسكر عرفت انه نبيها كانت مثل اخته، كانت مظلومة. ايه بعدين شو صار؟ اجوا اهلي وبيت عمتي من الحج. ايه بسم الله بسم الله عليك اخي. عم بسم الله عليك. شو بك اخي؟ ما في شيء اخي ما في شيء. بسم الله شفتك شفت منام كثير بشيع. خير ان شاء الله، قول اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير. قول اشرب شيء موز. بسم الله. الله يهنيك بالجنة. أهلين أبو ضاي يا أهل الفهد. وش أخبار الجني؟ الجني؟ إي الجني بيسلم عليك؟ يسلم علي؟ على حد علمي إنك أنت وياه مثل الشحم والنار. لا 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 الله يسامحك، هذا الحكي كان زمان. هلا الحمد لله أنا وياه أعز أصحاب. لعدو كاد إنك تشاتله تشتلتن زينة وبعدها صرت أصحاب. ومثل ما يقول المثل لا تأخذ صاحبا من بعد شتله.
شو انت قتلي وما قتلي؟ الله يسامحك على هالحكي. شمروخ قبضاي ومعدل وزقرتي ما في منه وبيستاهل كل خير. لا عاد احكي لنا حكايه الضبع. الضبع؟ ايه حكايه الضبع. عدو عدو نحكي شو حكايه الضبع. هذا مره كنت ماشي افسر داب طويل والدنيا عتمه، طلع لكم ضبع. شو ضبع؟ اول مره بشوف هيك ضبع. حميد ابو حميد خير؟ ما في شيء، بدي اسالك عن دواء الفهم بس. شو بدو الفهم؟ هو ما في شيء، بس بدي اسالك انه هيك عم تكرها يعني ولا شو؟ ليش انت عم تقرطها قلت للحبه ولا عم تبلعها بلع؟ لا والله عم ببلع، بس وقت عم بتدشع عم تطلع ريحه كرها كثير من تمي. ريحه شو باباتي؟ والله مثل ما عم اقول لك بدك تقول كانه ريحه زبل تبع خروف عم تطلع. يا عيني عليك. شو يعني؟ لك شو يعني؟ هلا بلش الدواء ياخذ مفعوله. شو هالحكي؟ لك طالما تذكرت الريحه معناتها بلشت تفهم وتتذكر، بس بينقصك شي 20 حبه لتفهم وتتذكر على الطاير كل شيء. بس بدي اسالك ليش هالدواء ريحته مثل ريحه الزبل؟ لا باباتي لا، هيك لا تزعلني منك. شو بدك يعني علمك سر المصلحه؟ بشان الله لا تواخذني. ايه ما بتتواخذ باباتي، ما بتتواخذ. يلا مد ايدك على عبك، خلي الله يحبك وناولني مصاري مشان كمل لك الوجبة الثانية من الدواء. تكرم عينك. شو عليه يا ابو حبيب؟ شو عليه؟ تكرم عينك. سحر؟ ايه سحر. يوه شو العمل هلا؟ العمل انك تروحي على تربة باب الصغير وتدوري على القبر اللي قلت لك عليه، تحفري جنبه من ناحية القبلة بتلاقي السحر هنيك. ولي على قامتي بدي روح على التربة؟ والله ما بسترجي روح على التربة لحالي. معلش اخذ جوزي معي؟ ايه معلش معلش. ام صياح الله يخليكي، كشفي لزكية. زكية خليها ليوم التنين، أنا ما بكشف إلا خميس وتنين، وأخي شمروخ عنده شوية شغل هلأ مانو فاضي. إيه دستور من خاطره، ليوم التنين ليوم التنين، على راحته. لا 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 أم صفوان ما بدنا شي منك، أعوذ بالله. لا بدنا بدنا. تسلمي تسلمي. والله إذا التقى السحر إلكن علي حلوان مرتب، وإذا الله يكرمنا وحبلة سلمى الكل عندي خاروف. يلا يا بنا. يو مرت عمي طولي بالك، لسه جماعة ما ضيفونا. إيه بعتلي حمى والله نسيت، لا تأخذوني. عدوا شوي لساوي كاسة شاي ونشربها كلنا سوا. لا والله ما بتساوي شي، بدك تتنطي في انت. قال مثل ما قال مثل يا محلاها ضيف. لا تكملي قومي. وهي صيغتك صارت عندي والوراق عندي، لك بس شو الفائدة إذا أنت كلك مالك عندي؟ وأنت يا وضاح أفندي قلنا لحالنا متت وارتحنا منك. الله يجمعكم بنار جهنم يا حق. خير شو في؟ فوت البيت ومشي معي. لوين؟ هلا بعدين بتعرف، فوت البيت. لا ما حذرتي، ما راح البس من غير ما اعرف لوين رايحين. يا بي بدي تاخذك على التربه. على التربه؟ لك ايه على التربه. فوت البيت. يا بي ليش خايف؟ ايه على التربه. ماني خايف. فوت. شيء لقيش التربه؟
يا ربي والله حطيته لك وينه؟ حوله وين الكمال؟ لك وين بده يروح يعني؟ اجى جني واخده. لك وين الكمال؟ وين الكمال؟ وينه؟ ليش شو في الكمر حتى خايف عليك لهالقد؟ في طراب الصغن، انت شو دخلك بهالشغله؟ انا خبيت لك يا لما شفت فيه ذهب، خفت عليه وخبيته عندي. ومين ضرب على ايدك وقال لك تخبي؟ طلعتي منه شيء؟ لا ما طلعت منه شيء، بس يعني بسوم عليك بس معك كل هالمصاري وبتعمل حالك فقير وانجبوني وما معك النقلة. لا ما معي النقلة لانه هدول اماني حطون عندي جماعة. يلا هاتي الذهبات للي. لا ما لح اعطيك اياهم، خليهم مخبئين عندي. شو عم تقولي مخبئين عندك؟ اسمعي بلي والله رح جمع اول ما خليك. انت انا اسمعي بلي، المال بيعادل الروح وانا مستعد موت 100 بوزة ولا يروح مني ذهبة واحدة. زلم لسوف اسمعي بلا، انا لا لي سائل عنك ولا على اولاد بنتك ولا على اهل ضيعتك كلياتهم. لا وحياة عينك انا باخذ حقي من راعي. لا يرفع ايدك على عيني. الله يوفقك شويه. قولك انا ست زلم قبل منك، خلعتهم عبرتهم وبرحمة ستي برهون بلحقك فيهم، فهمان؟ شو؟ ست زلم؟ خنقتهم بايدي خنق. والسادس كان المختار ما لحق قبل الدخل كام يوم، مات عطاك عمره لحق فيه. لا دخيلك يستر عطي، والله انا مسكين وابن حلال ويتيم. امسي معي لسوف. تعال على مالك علي. تعال على مالك علي. افتح الصندوق لسوف. ما يلا افتحه. ولي شو ها؟ هدول اواعي زوزي الاولاني. يا ربي دخيلك وهدول. وهي اواعي زوزي الثاني. وهذا الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس. اواعي المختار ما اعطوني اياهم يا حضرتي، بتحطهم مع رفقاتهم. رفقاتهم؟ ايه مالي فيهم نصيب. وهدول شو هدول؟ افتحها. هدول وعيين. يستر على عالتك، يستر على عالتك يميهم بين واعي بيتي. لك شو هاد؟ منينك اشتل هالتربة؟ شو عرفني؟ وينو؟ طلع الكل شاهدة يا عم. اطلع هاي شو؟ ها هذا هو. اكيد هذا هو. ايه هذا هو. يلا حفير. يلا هاتي شاكو من ناحية القبلة. ايوه القبلة وين صارت القبلة؟ هون عند راس الميت. يلا حفير لشوف. يلا اكيد هون. لك ايه هي قاتلي من ناحية القبلة. هذا هو السحر. هات لشوف. اي والله قلت لك المره ما بتكذب. لك الله لا يوفق، لك الله يصطفل فيهم، الله يحرمهم من نظرهم وعافيتهم. لك حاج ادعي بقى حاج، حرام عليكي. مين بقى اللي حاطط لنا السحر؟ الله اعلم. شو عرفني؟ ايه بس انا عرفتها. عرفتيها؟ ايه. مين هاي؟ اختك موضح، ما في غيرها. لك حاج بقى خلص تبعتوا لي اختي موضح، تركت لك الحاره كلها مشان تخلص من لسانك وما خلصت. لك حاجه بقى انت شاطر بس تدافئ. روحي يا حاجه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر على كل من طغى وتجبر. ايها الناس حيا على صلاه الاستغاثه، علقت الحرب بين رجالنا والفرنساوي. يا لطيف يا ستار يا قوي على كل قوي. بالصلاة والدعاء. الله أكبر الله أكبر. يا لطيف الله أكبر. الله أجيب العوائب سليمة. الله توكلنا على الله. يا رب.
الله. اخت هنا شوفي اليوم في قداس. ليش القداس مو يوم الاحد؟ بلا يلا بسرعه. بس اليوم ابونا بده يساوي قداس ليطلب النصر من يسوع. نصر على مين؟ على الفرنسيين اللي بدهم يحتلوا بلادنا. هلا الحرب علقانه بيننا وبينهم. الله ينصرنا عليهم يا رب. اخت هنا في شيء اذا رحت معك على القداس؟ بالعكس، الاخوه والاباء رح ينبسطوا كثير. لك استنيني لحتى اجي معك. يلا عم بستناكي لعترة تحميكي. لك الله ينصرهم يرد لنا يا عم سالمين غانمين يا حبيبي. امين يا رب العالمين. عليا قولي لي خالتي وين اختك رويدا؟ رويدا؟ رويدا راحت لعند عمتها ام لطفي. ايه ان شاء الله بالهنا يا حبيبي. دريتوا انه سعاد خانه منخطبه؟ سعيد خطبني سعاد. ان شاء الله الف مبروك يا حبيبي. مبروك سعاد خانه. الله يبارك فيكي. وانت كمان مبروك جوازتك من العقيد ابو فهد. الله يبارك فيكي يا رب. دخلي عريس سعاد من وين؟ من تركيا؟ لا من هون من الشام، بس من بكوات الشام. اي ان شاء الله بالهنا. لك الله يهنيكم وعبال عند اولادكم جميعا يا حق. امين ان شاء الله. شلونك تقبليني؟ اذا حدا من النسوان سالك على رويدا قولي لهم انه عندك بالبيت. السلام عليكم جميع. عليكم السلام. اهلين نصبي. وين بدي اقعد؟ والله حيرتوني. اهلين اهلين اهلين. ان شاء الله تضلي على طول شاله وما تطفي. ايها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. مباركة مملكة الآب والابن وروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس إله واحد. آمين. الله يكتر خيري ويجبر بخاطرك إلهي يا شيخة مصيعة. الله يسلمك يا رب ويديم أخي شمروخ فوق روسنا. والله أنا لولا ما بسوى شي. دستور من خاطره. الله لا يجعل كلامنا تقيل عليه. آمين. إيه وإمتى بتحبي يجيب لك الدجاجة السوداء وجوز الحمام؟ خليها ليوم التنين الجاي. وكرمال خالتك ام صفوان ما بيمشي الحال يوم السبت. تكرم عينك بيمشي الحال، بس بدك تديري بالك منيح. الدجاجه لازم تكون سودا طلس وجوز الحمام لازم يكون قبلق بحلسي. ها وين بيلتقوا هدو؟ والله مو شغلتي هاي يا ام صفوان، هاي شغلتكم انتو. شو علي؟ بخلي ابو صفوان يدور عليهم وما يرجع ليأمنه. الله يكتر خيرك. يلا دعينا. يلا يلا. خاطري مع السلامة. دعينا. موفقة. مين هي؟ هي جارتنا أم صفوان جاي مشان كنتها. وإن شاء الله بيمشي الحال؟ بيمشي الحال عند أخي شمروخ، ما في شي ما بيصير. خد تقبرني. شو هدو؟ مصاري. ما قلت لك أخي شمروخ صعلنا برزقة؟ نهر دهب رح يمشي علينا. ايه كتر خيرك يا شمروخ. ان شاء الله نعيما. هيك ها مو حلوه الوخامه. سلام. اهلين. خير شو بدك؟ ليش جاي لهون؟
بدي تدبر لي جازة سودا وجوز حمام أبلق بحلسي. أبلق بحلسي؟ إيه. مشان شو؟ طالبتون الشيخة فردوس أم صياح قال مشان تطالع السحر من على زكية. أيوة، ليش بين معه إنه زكية مكتب لها؟ لكان تقبرني ولي على قلبي مكتب لها، مكتب لها مشان ما تتجوز. إيه خلاص، لكان بكرة الصباح بروح على سوق الحمام وبجيب لك ياهن. دير بالك ها، بكرة يعني بكرة ها. قول إن شاء الله. يلا بخاطرك تقبرني. مع السلامة. يا حما والله الشيخ أم صياح ما لها قليل بنوب. مرحبا أبو حميد. أهلين. شو صار بدو الفهم اللي وصيتك عليه؟ لسه ما ساويته. لا يا أبو حميد، بكرة بيخلص الدواء من عندي من البيت الله يوفقه. خلصنا بقى، خلصنا بقى يا أبو جبلي، شبك متنا اليوم رح ساوي لك يا. بس أنا عملت لك صيت إنك حكيم وبتساوي دواء للفهم والنسيان، وهدول الجماعة اللي واقفين قدام دكانتي كلهم بدهم دواء من عندك للفهم. ناديلو ناديلو، قربوا يا جماعة قربوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا حلمة؟ شو في؟ دخيلك يا حكيم، الولد صار له 3 سنين عم نعلمه القراية والكتابة ولهلأ ما عرف يفك الحرف. ايوه. رجعوا يا بي، رجعوا الشباب يا بي. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمكم. الله يسلمك. على السلامة يا عكيم. الحمد لله على السلامة يا شباب. الله يسلمكم. شو عكيم؟ وين بقيت الشباب؟ ليكم جايين ورانا. ليش هيك صار معكم؟ هذا قدر الله. لا اله الا الله. بس مثل ما قال يوسف بيك، لازم الفرنساوي يعرف انه في بالشام رجال يفدوها بدمه الارواح. الله يرحمك يا ابو ليلى ويجعل مسواك في الجنه. رحم الله. يوسف بيك استشهد؟ اي نعم، ومو بس هو، راح لنا رجال كثير. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يرحم لك نياله على الشهاده، ونيال الشام على رجال مثله. لك كان يهجم على الموت مثل النمر. الله اكبر. الله اكبر. شباب الحاره ان شاء الله ما صار لهم شيء. لا كلهم بخير. بس شو احكي علي؟ شيخ جوهر استشهد. رحمه الله عليه. يوسف زائقه الموت، طلب الشهادة وناله. وين دفنتوه عقيد؟ جبناه معنا. هلا شباب بيوصلوا بالمرحوم معه. الله يرحمه. لا حول ولا قوة الا بالله. رحمة الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمل أحدكم بعمل أهل النار ويبقى بينه وبينها ذراع، ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. الله يغفر له ويرحمه يا رب. آمين. وصلوا الشباب. لا إله إلا الله، مش جاي حبيب الله. 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 يا حبيب الله. الحمد لله على السلامة يا بي. يا بي ليش عم تبكي؟ يوسف بيك استشهد يعني. الله يرحمه. والفرنساوي فات على الشام. بيطلعوا يا بي بيطلعوا، طالما في رجال مثل حكايتكم وفي نسوان عم تخلف. روح طمن الوالده. روح يا بي روح. لا يا بي مالي رايح لحتى ندفن الشيخ جوا. رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. عمي ابو رضا كان معكم شيء؟ اي والله شفناه هنيك، بس بعدين فقدناه وما عاد عرفنا وين اراضيه. بس ما يكون صار له شيء، علمه عند رب العالمين. مش كان من اهل الشهاده فهنيئا له، وإيش كان من الأحياء الله يرجعوا بالسلامة. آمين يا رب العالمين. يلا يا جماعة أجروا، خلينا نفوت المرحوم على الجامع ونصلي عليه ونواري ترابه. لا إله إلا الله، مش شايف حبيب الله.
اخي. ابو حميد. ايه. تقبلني يا ابو حميد وافتح الباب، والله تعبانه. واني ادراو. وانا مالي حيل اتحلك والله، قوم افتح تقبل قلبي. اقول لك ما يدرى شو بدا، قومي افتحي انت. الله يخليكي يا ام، الله يوفقك. ابو حميد شو رايك تاخذ برغوتين وتفتح عني؟ الله يوفقك. برغوتين؟ ايه. اذا فيهم برغوتين ليش لحتى ما اقوم؟ ايه روح روح. قومي. قومي. اي 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 ساعدني ابو حميد. يا ابو حميد. ابو حميد لك شو بكون؟ لك شو بكون؟ صلعتونا اروتونا. لك شو بكون؟ جاينا بالشحاده وبنتها، لسه الشمس ما طلعت. يخرب بيتكم نزعتولي مرائي. الجماعه جايين بالدس. لك شو بكو؟ ليش عم تضحكوا؟ في شي يضحك؟ لك ابو حميد؟ لك لابس الباس ام خدون؟ شو؟ الله لا يوفقك يا ام خدون، فضحتيني نشرتي عمتي على بيرك. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا ام خدون، فضحتيني الله يفضحك. مو على عيني لك، مو على راسي، والله لطعميكم زبل كلياتكم يا اهل الطيعه. الله لا يوفقك، الله لا يشعل خير. لك نشرتي عندي على بيرة، فضحتيني. لك صوفي صوفي عم تسبسب بالصباح. صوفي. ابو حميد لك ليش لابس الباسي؟ ليك وحد الدكتور لابسه. واه عم تضحكي. لا خربطني. خربطنا، فضحتينا. يخرب بيتك، فضحتينا. يا بيت اهلا وسهلا بابو جدعان. حي الله بالقامي، الله يسلم اليدين. تشرف. شو ليش لابس هيك؟ هذا اللي بتضيع اخي. ايه بعرف، قصدي وين البدله العسكريه؟ لا عوفت، البدله العسكريه خلص ما عاد في. ليش وسطك؟ انا قصدي بخدمش الفرنساوي، اللي بيخدم الفرنساوي خاين يا ابو فهد. ايه والله معك حق. وانا لسه جاي ودعك، بدي اطلع الضيعة الديار اشتاقت لاهلها. توداني؟ طيب ما تضل عنا هون بالحارة، هي أنور رح يضل هون، وأنت كمان منحطك بعيوننا. قول وفعل يا أبو فهد، بس والله الحقيقة بدي أطلع الضيعة. والله رح نشتاق لك يا طيب، ونحن رح نشتاق لكم، وإن شاء الله بين كل مد ومدي بيجي بزوركم. خدي حطيهم بالخرج. لا تطولوا بقى شبابكم، بالدور كلكم لا تاخذوا دواء وتصيروا تفهموا وتتذكروا. خد اعطيهم لجدك هدول، بس دير بالك اوعى يقرطون الحبات ارض، لانه مريم مثل العلقم، بتخليه بلع بلع وبتصعي وراها كاسه مي. عرفت؟ ايدك على العمله. هي على راسي يا ابو حميد. كتر خيرك كتر خيرك. خدي حطيهم بالخرج. وانت يا حرمه وين دواياك؟ يلا خدي خدي حطي بالخرج. قال لي يا بي ابو رضا. يا بي وينو؟ اجا اجا لكم ابو رضا. والله ابو رضا. ابو رضا على السلامه. على سلامتك يا شباب. اجا ابو رضا مزيتي. عبد الله على السلامه يا عمي ابو رضا. سلام. عبد الله على السلامه يا ابو رضا. عمي ابو رضا صباح الله يسلمك. خير؟ شو بقى ايدك؟ صوبت فشك. لا 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 ان شاء الله الجرح مو كبير. الجرح كبير كبير كتير، أكبر مني بونكل. البلد راحت يا رجل، البلد راحت. لا يا أبو رضا لا، البلد ما بتروح طول ما فيها رجال مثل حكاية. الله يعزك يا حبيب، الله يعزك. يلا يلا
عليه ابو صياح تفضل. اكيد عم يقولوا انه الفرنساوي فتح القلعه وطلع محبيس. شو هالحكي هذا؟ اي والله عمي ابو زاهر هو اللي قال لي. ابو عجاج اهلي يا سيدي. ابو عجاج الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اهلين وسهلا. الله يسلمكم يا لا سلامة يا بجار. اهلين تيسير. شلون طلعت من الحبس؟ الفرنساوي فتح القلعة وطالع كل المحبيس وانا طلعت مع هالناس. الحمد لله على السلامة يا بجار. اهلين رجلي. اهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك عمي ابو سهل. تفضل لي عندي جوع القهوة. تفضل. يلا بعشاش. تفضل تفضل. نورت الحارة بعشاش. صفوان ابن عمك رجدي طلع من الحبس. ايه سمعتهم يا ابي سمعتهم. يا خلينا نروح نسلم عليه. ايه يلا يا ابي يلا سبيني انا بضبضب شوي بالحاره. لك خف رجلك وروح معي مو حلو قدام اهل الحاره. لك يا ابي رجدي ابن عمي انا بروح المسويه بسلم عليه لحالي خلصنا. يخرب بيته. لو هذا قتيل شلون طلعوه؟ شو هاد يا رجل؟ والله الله يرضى عليك، والله بتخجلوني، طمرتوني بفضلكم يا جماعة. لا يا عم ابو رضا، أنت بمقام الوالد الله يرحمه. تعيش وتترحم رحمة الله عليه. على كل حال عمي، مين خلف ما مات. تسلم يا عمي ابو رضا، بعدين نسيت أنك أنت بطل ورفعت راية الحارة كلها، علي ما علي كل أهل الحارة بيتمنوا يقدموا لك خدمة. آخ آخ. شو بطل وما بطل؟ والله والله. كان أهول علي موت ألف موتي ولا أشوف الفرنساوي عم يسرح ويمرح بأرض الشام. تفرج عمي أبرضة تفرج. يلا مد إيدك مد إيدك عمي أبرضة. هاي أم شاهر عاملت لك ديك على كيف كيفك. مد إيدك. الله يستر عليها وبد بعمرها. كل عمرها صاحبة واجب وأخت رجال. أي والله هاي الزبدية بدك تأكلها كلها. والله يا عمي والله يا عمي مالي نفس بس كرمال خاطرك بشربني شوية مرة شوية مرقة بس. لك شو مرقة ما مرقة؟ بدك تاكل لحم مشان تعوض الدم اللي نزلت من ايديك؟ يا معلم عمر الله يرضى عليك. لا ممكن، بدك تاكل يعني بدك تاكل. أحسن ما نادي لك أخي شاير ها؟ لا دخيلك لا تنادي له خلص باكل باكل أمري لله. يا مو تقبريني كمان شوي. مسكي عمتي لأفتح الباب. يلا. معبدة كرمالي الله يوفقك. تبعتين تقبريني. مالي نفس مالي. نقطتين بس الله يوفقك. يا ما اجرشتي اجرشتي من دمرك امي امي وقفي على رجليكي امي دمر قلبي مع سلام رجلي. اهلي اب محجوب. الحمد لله على سلامتك. سلمك اب محجوب. طمني عنك. الحمد لله. شو وين رويدا؟ روحي اختي ناديلا. قلتلك نادي لرويدا. شبكون رويدا فيها شي؟ ضعفانة ما هيك؟ ولا في شي تاني؟ رويدا 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 ما لها هون يا عمتي. ما لها هون؟ لكن وينها؟ ردوا علي عم قلكن وينها؟ رشدي رويدة هربت من البيت. شو؟ مثل ما سمعت رويدة هربت من البيت. لوين هربت؟ وليش لحتى تهرب؟ يا الله يا كلي. شو بك يا مو؟ شو بك سلامتك يا مو؟ ما في شي يا مو ما في شي عم يجعني بطني والله شوي. سلامك بطنك يا مو. ايه وين راح يا مو خير؟ والله أخذ الدجاجة والحمامات الشيخة أم صياح. يوه تعال تعال أسوي لك شوية كمون. بابونش يا مو بابونش. لا كمون أحسن. والله أبي قال لي بابونش يا مو. بوك شو فهموا هالشغلة إيه؟ يا زكية. يا مو تعي ساوي لأخوك شوية كمون. يلا جاي يا مو. يا مو رجلي طلع من الحبس. هي الله لا يوفقه. شو طلعوا من الحبس؟ مو على بينا بده يقعد 10 15 سنة.
هذا الفرنساوي يا مو فتح القلعه وطلع كل المحابيس. الله لا يكتر خيرهم. وهلا اشكال جدي دري انه رويدا اخته هربت بسببي. الله يعلم شو بده يساوي. شو بده يساوي يعني؟ اي والله والله اذا بيفتح تمه. روحي يا ام روحي تيسري على شغلك انت بس لا تعوقي. لا ما راح اتعوق يعني. يلا بخاطر. الله معي. وين الكمون؟ يلا خير. يلا على السريع. انت السبب. لك اخي انا شو دخلني؟ شو دخلني؟ هي اختك. لك شو هي مو هي؟ لك انت ما بتعرف انه هي ما بتطيقه لهذا الحمار من يوم ما الله خلقها. لا تقول عن اخي حمار وعرف حالك شو عم تحكي. لك حمار وستين حمار. ولا بورجيكي شو رح ساوي بهالكلب الواطي. وفيها فوتي على اوضتك ولا تتدخلي. ايه عمتي مشان الله فوتي بقى على اوضتك. رستي عمتي شو الله دخيلك على حليله. إن شاء الله صحة تقبرني. هاتي لشوف. يخرب بيتك من حالك. لك شو حاطة بقلبك؟ والله كمو. لك هذا فلفل يا بهيمة. سكي سكي روحي من خلقتي. شوفي مين يلا على السريع. لا تفتحي لا تقليلي. ها مين؟ أنا رشدي افتحي. وين صفوان؟ صفوان؟ تذكرت تذكرت صفوان. مالهم مالهم؟ قال مثل ما قال المثل بس عنده ويطلب 14. لك رشدي يا ابي عمي. عامل حالك نايم يا واطي. يا الله ما بيخلي الواحد يعرف ينام بهالبيت. لوين بده يروح؟ لوين بده يروح؟ وين ما راح وين ما اجى مرجوع لهون. هيا شو رايك بكاسة شاي ابن عمي؟ شرف عقيل شرف. يلا 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 شرف. زكية فوتي لجوا فوتي. شرف عقيل تفضل. على السلامة. الله يسلمك عقيد. شو وينه صفوان؟ ماله؟ أبو صفوان كمان ماله؟ تعطيني شيء. أنت شلون بتفوت على بيت ما فيه غير الحريم؟ لأنه واطي. وين كنت بتخبي ولا؟ أنا ما كنت بتخبي. بعدين لا تقولوا لا. كنت عم بدور على حبة لحطها بطح فيها. اخي يا واطي. ابو حجاج خلصنا بقى. خلصنا صفوان. صور الشر طلع لفوق. ماني طالع. ماني طالع. بلا عقيد بس كرمالك كرمالك محجوب. فوت انطبي وليه؟ فوت انطبي. يخرب بيتك من حالك اذا بتفهمي انت. والله ما بتفهمي. ارجع ارجع. شرف 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 عقيد. يعني بفهم من كلامك انه الحرمة بريئة ومظلومة؟ ايه والله يا ابونا هي هيك حكت لي قصتها. انت متأكدة انه كلامها صحيح؟ انا اللي شايفته انه الاخت عليا انسانة مؤمنة وصادقة. طيب حاولي تعرفي لي هي من اي حارة وشو اسم اخوها؟ بلكي بنبعت وجهها يافي عنها وسامحها. مستحيل يا ابونا. حاولت معها كثير وما قبلت. هي مبسوطة عنا؟ ايه مبسوطة كثير. هي ما بدها من هالدنيا غير مكان تحس فيه بالامان وتعبد فيه ربها براحتها. رح صلي للرب يسوع يحل مشكلتها ويساعدها. امين. مري لعندي على المكتب مشان تاخذي لها المصلاية. شكر لك يا ابونا. والاخت عليا بتشكرك كثير على اهتمامك فيها. الشكر لله. انت شهم وابو ضاي ومعك حق تزعل بس مالك حق بنوب هالفوته اللي فتت على بيت عمك.
واختي عقيد، اختي اللي ضاعت، والله اعلم الناس شو عم تحكي عليها. ما حدا درب القصة غير اهلك وبيت عمك، واللي بده يجيب معدل اختك بكلمة اتركه علي، انا بسحب لسانه من حلو، واختك رح ندور عليها ونلاقيها. مرت عمي عقيد لحالها بتكفي وبتوفي، ذاتا هي اللي رح تفضحنا بالحارة. ما بتسترجي، بس انا بدي منك تتوعى منيح وتطلع بضاي ومعدل، هالشي اللي ساويته ما ينعاد مرة تانية. انا تربيتك عقيد. كفو، انت تربيت المرحوم ابو عبدو يلي كل الناس بتحلف براسه، ومن بعده ابو الضاح الله يذكره بالخير، شيخ الابضايات بالحارة كلها. عقيد، تعرف مين طفش عمي ابو الضاح من الحارة؟ مين؟ صفوان. شو هالحكي؟ اي نعم، صفوان طالع إشاعة على وضاح إنه خاين وبيستاهل الإعدام. صفوان؟ إيه نعم، وصفوان ضربوا لعمي أبو وضاح مرتين. لك شو عم تحكي أنت؟ إيه ضربوا. لك وليش ما قلت لي من ساعتها؟ أبو عمي أبو وضاح أمن علي إني ما أجيب سيرة لحدا، ما كان بده إياك تعرف باللي صار. وليش ما بدي أنا أعرف؟ كرامة لعمتي أم وضاح، شنو مثل ما بتعرف صفوان بيكون ابن أخوها، وما بده إياك تضربه وتهين كرامته قدام الناس. وابو وضاح شلو ما مصار قبته؟ عمي ابو وضاح بعد ما اجاه خبر المرحوم وضاح انهد حيله، وبعد ما صفوان طالع اشاعة عن وضاح انه خاين وبيستاهل الاعدام انهد حيله بزيادة، وكره الدنيا كلياته وسودت بعيونه. يا باطل يا باطل، يا ويلك مني يا صفوان الكلب. صغيرة عقيد، وحياتك صغيرة، اتركوا علي. لا، هذا حسابه عندي انا، لازم كل الناس تعرف، اللي بتجرأ على بوضاح ما بيعيش ولا تكي. عقيد، مشان اختي انا لازم اروح ادور عليها، بس ماني عرفان وين بدي بلش. انت لا تاكل هم، وما عليك، انا عم ببعت مين يدور عليها، بس بدي منك هالكم يوم ما تظهر بالحارة وتدير بالك منيح. ليش عقيد؟ مشان اهله المرحوم عرفان، ما بدي اياهم يترصدوا لك، واللي ما بيحسب حساب للرجال ماله رجال. فشلوا. هلا انت عميل مثل ما عم بقول لك، وما تطلع من البيت الا انت ومسلح وعيونك عشرة عشرة، وان شاء الله بهالكم يوم بروح انا والاعضاوات لعند اهله المرحوم ومنجس نبضهم، اذا كانوا ميالين للصلحه ندفع حديه ونخلص بها. ما من اخي يفوت لهون على بيتي بغيابي؟ اي والله والله العم صاربته. لك لو ابن اخوك عامل لك قدر قيمه كان راح لعندك على الدكان، مو اجى لهون. شو مفكر حاله؟ فايت على بيت أرملة ولا بايكة؟ بعدين نحن شو دخلنا إذا هربت أخته من البيت؟ شو دخلنا؟ يروح يدور عليها وين راحت ومع مين فلتانة؟ إيه أنا بدي واقف عند حده. يوصم الله عليك. إيه بكرة رح أفرجيكي شو رح تسوي فيه. شو رح تسوي؟ وليش بكرة مو هلا؟ لأنه العقيد أبو فهد أخذه لعنده على البيت مشان بهدله. شلو؟ راح مع العقيد أبو فهد على البيت؟ إيه؟ العقيد ابو فهد ما بيرضى عالشي اللي سواه، ما بيرضى منوب. ما هو العقيد انجس منه، شو مفكره كثير بحبنا؟ انا مستريح. ولي معناتها هلا رح يحكي له عن كل شي صار بيني وبين ابو الطاح. مش كان رشدي هلا حكى له لشاهير اني ضربته لابو الطاح، واني قلت عن وضاح انه خاين؟ لحمة والله بيطير اعلو من راسه، وخصوصي ايش كان قال له انه رويدة هربت بسببي وانه وافقت تتجوزني بشرط. هذا رسمي، بعته العقيد ابو فهد بده صفوان يروح لعنده. شو بده بصفوان؟ ما بعرف، يمكن بده صفوان يروح لعنده مشان رشدي يبوس راسه لصفوان ويعتذر منه. يا حبيبي علي بوس راسي قال يا الله يستر معي ايمو، والله مالي غير سالم بيك. ايه ما قلت لي شو العقيد؟ العقيد يا بيك حاطط دابه من دابي وعم يبوز براسه لابن عمي بده يعلقني انا وياه. حتى انه هداك اليوم يا بيك ابن عمي فات على بيتنا بغيابنا، شاف سلمى وهي بالتخت يا بيك. اوف، وليش فات على بيتكم هيك فوتي؟ شو بيعرفني يا بيك؟ والله ما بعرف، قال اخته هربانه عم يدور عليها واجا يشوفها عنا.
بسيطة. هلا أنا مالي فاضي، بس ارجع من بيروت ببقى بتفضلك وبحل لك المشكلة. أنا بعرضك يا بيك، والله مالي غيرك، من هون لترجع بيكونوا خلصوا علي. أبو صفوان! أبو صفوان! ليه العقيل؟ وينه ابنك؟ مين صفوان؟ ليش عندك غيره؟ قال لعلمي راح لعندك. راح لعندي ما؟ لك مو عيب عليك، أنت زلمة طول وعرض وشوارب، تخلي ابنك يهينه لأبو وطاح ويقول عن وطاح خاين؟ يا لطيف، شو الحكي يا باطي؟ طول بالك عقيل، طول بالك. والله صفوان ما هانه. لك شلون ما هانه؟ ابنك يا كبير هو اللي طفش أبو وطاح من الحارة، وأبو وطاح حط على الجرح ملح وسكر، كرمالكم يا بيت الويلاتي. لا 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 يا عم شو عليه، يا عم شو عليه؟ لعنة الله عليه زلمة دون. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، القصة مو هيك. شو ظهرت القصة؟ هات لنشوف. معلش عقيد بعد إذنك، أبو وضاح بيكون صهري وابني صفوان مثل ابنه، يعني ما تواخذني بهالكلمة، يعني هي أمور عائلية بيناتنا. لا سيدي مو عائلية، أبو وضاح أبونا كلنا، وضاح الله يرحمه بيكون أخونا، واللي بده يجيبه معدله لازم يتحاسب. إي والله يا أبو صفوان، ابنك ماله حق بنوب. بتفهمه لابنك، بتقول له إنه شاهر عياش ماله تركك. ايه والله بيستاهل سيدي. يلا لا يقيمه يا باطل. هيك نتيجة قلة التربية يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. ونحن عم نقول لحالنا ليش ابو وضاح ترك الحارة؟ شبهن أهل الحارة، ليش حاطين دابهم من داب ابني؟ شو عامل له؟ من غيرتهم، من غيرتهم أكيد. ولي على عيونهم إلهي. ها إيش صفوان؟ قال مثل ما قال المثل، اسكوري ديب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أخي. قومي وليه؟ قومي ضب أغراضك، قومي بدنا نمشي يلا. ليش بدها تطب غراضة لك ابني؟ خلصت منها امي؟ لا يا مولا، بس سالم بيك سافر وامن فيني بالبيت لبين ما يرجع، بقى بدي اروح انا وسلمى هلا نقعد هنيك. هيك احسن يا بي، هيك احسن. ليش يا بي؟ انه العقيد ابو فهد قالب عليك الحاره وناوي الشر. اجا صفوان؟ قال مثل ما قال المثل، اسكوري ديب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. يا اخي قومي وليه؟ قومي ضب غراضك، قومي بدنا نمشي يلا. ليش بدها تطب غراضها لك ابني؟ خلصت منها امي؟ لا يا مولا، بس سالم بيك سافر وامن فيني بالبيت لبين ما يرجع، بقى بدي اروح انا وسلمى هلا نقعد هنيك. هيك احسن يا بي، هيك احسن. ليش يا بي؟ انه العقيد ابو فهد قالب عليك الحاره وناوي الشر. شيء؟ ليش بقى؟ انه رشدي حكى له للعقيد ابو فهد عن المشاكل اللي صارت بينك وبين جوز عمتك ابو وضاح، انك انت ضربته لجوز عمتك، قلت عن ابن عمتك انه خاين، ابو وضاح طفش من الحارة بسببك، هيك انت قلت. يلا وليه قومي، قومي حضري راضك على السريع يلا شوف يلا. يلا حكي. استناني خلقي وما بيقدراني. عليا احكي قصتك لأبونا واعطيه عنوان أهلك واسم أخوك، صدقيني رح يساعدك ويحلل لك مشكلتك قد ما كانت كبيرة. صدقيني ما رح نستفاد شي، ابن عمي وأخي أنا بعرفهم كثير منيح، وخصوصي إنه كتب كتابه علي ابن عمي، يعني أنا هلأ مرته، في حدا بيجبره إنه يطلقني؟ يعني بدك تقضي عمرك هيك؟ انتو متضايقين مني شي؟ متضايقين منك؟ احنا متضايقين عليك. والله يا علي عم صلي طول الوقت مشان تشوف البسمة على وشك. الله لا يحرمني منك، انت عوضتيني عن كل اهلي. يا
يلا يا شباب همي الله يعطيكم العافية. وهيك بتكون طلبية أبو سعيد صارت جاهزة، مو هيك أبو سطيف؟ هيك، هلا بي علينا نأمن طلبية أبو سعده. يلا يا شباب يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي بالمعلم رشدي. شلون الشغل؟ بألف نعمة الحمد لله. إيه الحمد لله. إيه سيدي؟ إيه قديش أعطانا أبو محمد؟ أبو محمد تاج راسي أعطانا 4 ذهبات ومجدين. هلأ صار لازم نعمل معروض جديد ونرفعه للمخلية مشان أبو خيره وأبو صفوان مشان المخترة والأعضوية. إيه نعم، ولازم نبعث معروض تاني مشان ينورونا بيوتنا بالكوران. بس يا جماعة الكوران بكلف مصاري، يعني مو ببلاش، والناس الله يكون بعونها ما معها. اللي ما معه شيخي بنساعده من الصندوق، وإذا ما كف الصندوق بدفع عنه. الله يجزيك الخير. أنا جاهز. شو عليك؟ كتر الله خيركم. وأنا اللي أصحاب بالدولة واصلين وبيساعدونا. حلو. دخلكم بدي أسألكم، شو صار بالحاصل تبع أبو الضار؟ الحمد لله، الحاصل رجع مثل ما كان بفضل الله وبفضل أبو محمد. شو هالحكي يا عبيد؟ خيركم سابق. وابو الضاح الله يذكره بالخير وفضل على راسي من فوق. ايه يا جماعه، مشان مشكله رشدي صار لازم ناخذ جاهه ونروح لعند اهله المرحوم عرفان، ندفع له الديه ونعمل الصلحه ونخلص من الصبر. بس يا عقيد انا رايي نبعت واحد خالي الطرفين يعني مشان يلس النبض. صحيح، بركض الجماعه ما بدهم يصالحوا، ساعتها يصطفلوا ابننا عنا والقبضاي منهم يسترجي يعكر له مي. طيب مين بدنا نبعت؟ والله أنا عم فكر نبعت المختار أبو فتحي والشيخ رجب والخوري بشارة، شو رأيكم؟ إيه والله جبتها، ومنبعت معه أبو دياب والعقيد جابر. أفهد جابر إيه، أما أبو دياب لا. ليش يا أخي؟ استغفر الله العظيم، الله لا يحملنا مغيبة. لك أبو دياب بعمره ما فات بصلحة ونجحت. بهي معك حق شيخي. بس والله كان لازم ابو صفوان يكون بيناتنا، يعني نعرف رايه بالصلحه. اسم انه هو عم لرشدي وولي امره. ايه لكان ابو صفوان كثير بيمون على عيلته. اه يا عجوز الناس، هون مخبيه ذهباتي؟ الله لا يوفقك على التخباي. هلا بروح لعن كرمه ونشتري تتن قبل ما ننزل على الشام. جيت. شو جيتي؟ زيت. طمنيني شو جابت بنت اختي؟ ولدت وجابت صبي بطي العقل، وانا رح ارجع لعندها واخذ لها معي بيض وزبيب وزوز. ايه اوام روحي لا تتركيها لحالها. لا لا وانت لوين نايم؟ اي لعن كرمه بدي اشتري شويه تتن، اعطيني اعطيني كم برغوت. ايه على عيني. هاي نص مزيدية. وينك؟ ايه لا تتحوقي، بدنا نسهر اليوم. مثل ما عرفتك. تفضل ابن عمي. ان شاء الله بعيش وديات. الله يخلي لي اياك ويديمك تاج فوق راسي يا حق. ابن عمي. صحيح مثل ما عم بيقولوا انه بنت ابو عبده هربت؟ انت منين جايب هالحكي؟ مرت عمها ام صفوان هي اللي حكيت. شو حكيت؟ والله قعدت تحكي عن مخلوقة شروي غروي قدام كل نسوان الحارة. شلون يعني؟ يعني قعدت تقول انه اعوذ بالله، يعني انه كانه بنت ابو عبده هربانه مع واحد. شو؟ لك بنت ابو عبده اشرف من اللي خلفوها لام صفوان، والله لو ما كانت حرمه والله لا اذبحها واشرب من دمها، بس مو الحق عليها، حق على هالدور اللي حاويها. طول بالك تقبرني، طول بالك، يبعث لي حمى، يبعث له قص لساني ساعه اللي حكيت، والله ماني عرفانه انه بدي ضايقك هيك. انت ما دخلك. لك ما هي وابنها اللي طفشوها للمخلوقه. ليش هنن شو دخلوا؟ مو كانوا بدهم يجوزوها لهذا الحمار صفوان غصب عنا؟ وهي وين راحت يا ترى؟ شو بعرفنا؟ قلبنا عليها الشام والغوطه وما كنا نلاقيها، بس رح نضل ندور عليها لحتى نلاقيها. الله يعينها هالمخلوقه، والله ما بتستاهل الا كل خير. اهلين وسهلين بالمعلم رشدي. اهلين فيك عمي ابو محمد، يا كبير يا ابن الاصول. شرف شرف، نحن من بعدكم. بارك الله فيك يا عمي.
عليم الله فضلك ما راح انسى لحتى مو تصير تحت التراب. شبنا بعجاج بعدين بزعل منك. ها كل شيء اللي زعلك عمي ابو محمد، ان شاء الله انا ما راح اتهوق عليك. لا تكمل عمي لا تكمل، المصاري بتروح وبتجي، المهم هلا انت طلعت لنا بالسلامه وبدنا نفرح بعرسك ان شاء الله. عرسي؟ ايه عرسك. ليش مالك ناوي تتجوز؟ ليش انا في حدا بيرضى يعطيني بنته؟ مثل مالك شايف عمي وشي تشوه وصار بخوف. وحد الله بعجاج. لا اله الا الله. عمي الرجال بافعالها مو باشكالها، وانت زلمه قبضاي ومعدل واحسن العائلات بتتمنى تصاهرك. الله يجبر بخاطرك عمي، انا تربايتك. عملك الحرمة هربانة وما حدا بيعرف وين أراضيها. استغفر الله العظيم، شو هالحكي اللي عم تحكيه يا أبو فخري؟ شبك أبو صلاح، الحارة كلها درياني بالقصة، أنت مالك دريان؟ وليش هربانة؟ الله العليم. أخي اسمع مني ولا تصدق. الحريم عم يقولوا إنه هربت مع واحد ولا يرجع بالله. على راسك على راسك أبو فخري. شوفي. السلام عليكم. أهلين عمي رشدي يا عيد، أهلين وسهلين. الله يعينهم على ما بلغوا. آمين. مرت عمي فضحتنا بالحارة يا عقيد، فضحتنا. كل الناس دريت بأنه أختي هربانة، الناس عم تتغامز علينا مشكل ملون. عقيد فشروا بعجاج، فشروا. أختكم ما ساوت شي لحتى تنفضها. أختكم شريفة وطاهرة، وصار لازم كل الناس تعرف انها طفشت من البيت بسبب صفوان لانه مو طايقته. صفوان حسابه عسير، بس لحتى الله يجمعني فيه. ما عرفت وين اراضيه؟ لا والله يا عقيد ما عرفت، بس رفقاتي صار لهم كم يوم عم يتنطروا له بالحاره ولهلا ما لمحوا. صغيري وين بده يروح الا ما يبين؟ عجبك على القصه؟ مين كان يقول انه بنته لابو عبد الميلادي حرمت المرحوم الضاح تعمل هيك عمليه؟ اعوذ بالله من غضب الله، شو عم تحكي انت؟ نحن ورانا حريم يا ابو ياسين. الله وكيلك وكيل السماء والارض انه المخلوقه هربت. ما بصدق الحكي، هذا حديث ما له صحه منه. مرت عمها هي اللي عم تحكي قدام الحريم، فضحتها للمخلوقه. مرت بصفوان؟ ايه. قديش صار لها هربانه؟ صار لها مده. عم بيقولوا هربانه مع واحد بتحبه من زمان، هيك على ذمة أم صفوان. يا لطيف. لكن عمي يا ما تحت السواهي دواهي، الناس مخباية بتيابها، الله يعفي عنا. والله القصة ما عم تخرج بمشطي ونور. شايف على القصة؟ لك مين قال إنه بنت أبو عبد ويلاتي تعمل هيك عملي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين عمي أهلين. تفضل حبيبي تفضل. لك انا ما دخلني بالقصة يا جماعة. بصير هيك يا شبلي؟ هيك هيك وش اجى لك؟ لك عم تعمينا شبل يا ابن الحرام. شبل يا ابن الكلب. شبل يا ابن الكلب. بعدين انا لا اسمع يا ابن الكلب. داخل يا ابو علي، انا مع حمايتك يا ابن الكلب. اخروا عنه هيك، اخروا عنه. الزلمه دخل علي وصار بحمايتي. بعد هيك عبد الجابر وعلينا اني انا غريب ويتيم. بعد هيك بعد هيك بعد هيك بعد انت بعد ايش بعد هيك انت؟ عمك مرت عمك ام صفوان هي اللي عم تحكي. تصطفل اخي الله يسامحها. لك شلون الله بده يسامحها؟ شلون؟ خير شبكون؟ ليش صوركم طالعه؟ اسمع اخي. خير. هي حماتك. لا تقول حماتك، هي مرت عمك قبل ما تكون حماتي. انا ما بيشرفني انها تكون مرت عمي، انا متبري منه ومن ابنه كمان. ابن نايس. ولولا كرامه ابوك الله يرحمه كنت تبريت من عمك كمان. اسكت ولا لا؟ انا ما راح اسكت، لانه لو كان زلمه ما كان صار اللي صار، وما كان خلى مرت عمك تجيب سيره اختك بالعاطل قدام كل الناس. وانت مين قال لك انه مرت عمك عم تجيب سيره اختك بالعاطل؟ اها مين قال لي؟ روح اسال اهل الحاره، سيره اختك صارت على كل لسان. اختك هي اللي غلطت، واول عن تالي السيره راح تطش بالحاره طش. يا سيدي اختي ما غلطت، وطالما انه اهل الحاره دريوا باللي صار فلازم يعرفوا شو هو السبب اللي خلاها تهرب من البيت. شو قصدك؟ خلص اخي كرمال الله ما بدنا مشاكل. قصدي انه نخوتك وشهامتك خلوك تجبر اختك تتجوز ابن حماك وهي مو طايقته، ولا انا مفكره بالجواز من اصله. عبدو طلعت قبرني طلع، ما بدنا مشاكل. ما بدك مشاكل؟ ولك الله ينتقم منك انت واهلك، لك الله يصطفل فيكم يا حق.
اعمل حسابك من هون ورايح. يلي بده يشوفه من بيت حماك بهذا البيت ما عدا عمك، مو نيال ابنه. ايه معناتها بنقسم البيت بالنص. بس يكون البيت بيت اللي خلفك ساعتها بنقسمه. اتركها اخي اتركها. تعال يا دكتور تعال. يا ميت اهلين وسهلين بشيخ ابو ضياف. احنا بعتكم وين هاي وين هاي ابو ضياف؟ مشان واجبك الله يخليك. لا شو هالحكي هذا يا عيب الشوم. الله يوفقك يا رب يخليك. طمني شلون صار جرحك؟ والله الحمد لله طبت الحمد لله احسن احسن. ايه الحمد لله يا رب الحمد لله. ليش ما عم تاكل الفواكه يا ابو ضياف؟ عم باكل اخي الشهر عم باكل. ليك لسه مثل ما هي. صدقني عم باكل. عبيد مرني. بدك تسمح لي روح على بيتي؟ لا يا ابو ضياف. بدر منا شيء لا سمح الله. اعوذ بالله، والله ما شفت منكم الا كل خير. الله يوفقكم وديم عزكم يا رب. جاه لا اله الا الله. شبك اخي؟ عم تشرب تتم؟ يبعت لي حمى، ليش عم تبكي؟ لا انا ما عم ببكي. وانت من امتى بتشرب تتم؟ تعلمته بالحبس. بلاها اخي، تقبرني بلاها. احكيلي يا اختي. بركض التتم بنسيني همومي. طيب ما بتتذكر ابوك الله يرحمه قديش كان يكره التتم وقديش كان يوصيك انت وعبده مشان ما تشربوا؟ بلا. معناتها اذا بتحبه لابوك لازم تعمل مثل ما وصاك. اعطيني اياها تقبرني. يلا اخي سمي بالرحمن ونام. مالي عم بقدر نام. شلون بدي نام واختي ما بعرف وين اراضيها؟ الها رب ما بينساها. بعدين بأي عين بدي واجه هذه الحارة؟ ليش تقبرني؟ مالي عين واجه الناس، الناس عم يتغامزوا علينا. كل ما بروح على قرني الناس بتبلش بتتغامز، وأول ما بيشوفوني دغري بيغيروا السيرة. أبو ياسين الخضري سمعته بإذني عم يحكي على عرضي، والله العظيم ما استرجيت أفتح تمي بكلمة واحدة. يا أخي واجههم وقلهم الحقيقة. بأي عين بدي واجههم؟ مرت عمك فضحتنا بالحارة يا عليا. الله يفضحها وينتقم منها يا رب. قوم اخي رح اغلي لك خشخاش بتشربه وبتنام. امك نامت؟ ايه سقيتها خشخاش ونامت. قوم اخي. تفضلوا عيني تفضلوا. يسلم هالايدين يا رب. الله يسلمك. انت منين جايه يا اختي؟ انا جايه من باب سريجه. يوه الشيخة فردوس وصل صيتها لباب سريجة؟ قال باب سريجة قال. وين ما رحتي ما بتسمعي النسوان إلا عم تحكي بسيرتها. دخلك وبيطلع بإيدها مثل ما عم يحكوا الناس عنها؟ يو قالوا بيطلع بإيدها. قال اسأليني أنا. الشيخة فردوس بتلقي جبل على جبل. دخلك وبيطلع بإيدها تخلي جوزي يرجعني بعد ما طلقني؟ عم قلك بتلقي جبل على جبل. بس انتي طري إيدك معها شوي. والله بتفعلها شو ما بدها. شرفي اختي. يلا ام صفوان صار دوركم عيني. يلا يلا امي. يلا تفضلوا. بس ابو محمد ما له حق ابنه بيعمو. لا يا مو لا ابو محمد ما له حق. الاصول اصول. كلامك صحيح تقبرني. هلا مشينا مثل ما بده ورحتوا على الضيعه وخطبتوا البنت من بيت جده. بس العرس لازم يكون ببيت ابوها. ما هيك؟ ايه يامو الاصول البنت تطلع من بيت جدها وقدام اهل ضيعتها، الزلمه ما له غلطان. يعني بدك ناخذ نسوان الحاره كلهم على الضيعه؟ نحن ما بنجبر حدا على الروح عمي. اللي بيحب يروح اهله وسهلا، مو بس النسوان، الرجال كمان، مستكري عربايات تسع كل اهل الحاره. يو والرجال شو اخذهم لك امي؟ العاده بالضيعه امي انه تطلع جاهه طويله عريضه، وكل ما كبرت الجاهه كل ما كان احسن، يعني قيمه اكبر لاهل العروس واهل العريس. ايه الله يقدم اللي فيه الخير. يعني بدنا نعزم كل نسوان الحاره ما هيك؟ ايه لكان يا مو لكان. بس ام صفوان ما حدا بيعزمها. لك اخي والله ما بصير هيك. قلت ما بتعزموها يعني ما بتعزموها. حاضر اخي امرك. مثل ما بدك ابني مثل ما بدك يا عمو. وما قلتوا لنا ايمتى العرس رح يكون؟ ان شاء الله بهالكم يوم، بس لحتى نخلص من قصه رشدي ابن ابو عبد ويلاتي وندفع الدية لبيت العرقسوسي ونعمل الصلحه. وبركه هي الشغله اخذت وقت طويل عجيب. قولي على قامتي يا مو شو بكي؟ ما بعرف مرت عمي كأني حسيت بمغصة. ونفسك عم تلعي ما هيك؟ مبروك يا مو مبروك. على شو؟
صفوان تعال هون شوف امرك يا بيك. جناب الكوماندان بدي اشوفك. امركم يا سيدي، انا بخدمتكم. روح شوف شغلك. امرك يا بيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. سلامة بزهدي. السلام. بريد بآخر خبر عم بنت أبو عدو. ياسين الحرمة طاهرة وعفيفة. هص لا تفضحنا قدام الخلق. لا خلي كل الناس تعرف إنه بنت أبو عبدو الولاتي طاهرة وعفيفة. أخوها هو اللي خلاها تطفوش. بده يجوزها لابن عمه صفوان. وهي حالفة يمين إنه ما تتجوز بعد جوزها المرحوم مطاح. شو هالحكي؟ إيه هي الحقيقة. يا باطل. أبو صفوان وين قال لما؟ أبو صفوان؟ إيه أبو صفوان مو ماين على حاله حتى يبون على ابنه وابن أخوه. بعد يمينك بياسين من هلأ ورايح ما بدي اسمع سيرة الحرمة إلا بالخير. الله يجعلك بخير. الله وكيلك يا صبحيه. الله وكيلك. تمنيت إنه الأرض تنشق وتبلعني. قلنا لك نحن ما حكينا شيء. هلأ شيلنا من سيرة هي مقصوفة الرقبة رويدا. نحن شو الله جابرنا ندفع مصاري مشان رشدي أفندي؟ لانه الاعضوات الله يكتر خيره بدهم يلموا مصاري من المقتدرين بالحاره، ونحن بيطلع علينا مثلنا مثل الناس. لا حبيبي، لا بيطلع علينا ولا بينزل علينا، والله يا حربي انت نسيتي انه هذا ابن اخي وانا بمقام. بمقام ابوه، وانت الحنون، وانت 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 يا حاجه بعدنا. شو نسيت شو ساعه فينا مقصوف الرقبه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين يا عمو. حدا شافك انت داخل بالحاره؟ لا يا أبي لا. هانت يا أبي هانت. كلياتها كم يوم وأكبر رأس بالحارة بيصير بده رضاك يا أبي. شلون يعني؟ يعني كلها كم يوم وبتصير مختار الحارة بصفوان. أكيد أنت عم تمزح. شي ليش في بالعادة ماسحك يا أبي؟ بدك تصير مختار يعني بدك تصير مختار. ضبيها هلأ خليها بيناتنا لحتى يطلع الفرمان. إيه يا أبي ما قلت لي قديش معك مصاري؟ ليش عم تسأل على المصاري يا بي؟ لأنه يا بي شغلتنا هي بتكلف 100 عصملية. ها شو 100 عصملية؟ لك لو كان شلون يا بي؟ في هالأيام شي ببلاش؟ بلاها بلاها لك إلا المخدرة. لا مو بلاها، مندفع 100 عصملية لو بدنا نبيع اللي فوقنا واللي تحتنا، المهم تصير مختار. وفيها يا وفيها. أيوة يا أمو جاي. تعي تقبريني هلأ بس يجي جوزي تقلي له يدبر لنا 30 40 عصملية. ارضى ارضى طلعها حسنة. مشان شو يا مو؟ ابوك متضايق ومحتاج مصاري. ايه على عيني، هلا بقول له لعبده. ايه بس يا مو خذوا من المصريات اللي وفيقة. نحن بدنا من جوزي، فهمتي؟ ايوه عم بفهم. يلا بزيدي بدك شيء؟ الله معك بخير. الله يسلمك. سلام. شو الريحة الطيبة؟ شو الريحة الطيبة؟ مش علينا عشان أفندي شرف سيدي شريف. الله يسلمك. شو بدي لك؟ أمور. عايزك شغلة. تفضل. أخي نحن عم نعمل لمة مشان رشدي بن أبو عبد الميلاتي. ايه وجب وجب على راسي وعيوني. شو بيطلع علي انا جاهز؟ والله اللي بيطلع من خاطرك. ايه تامر امر. خلي لي اياك. ايمن عمي. الله ينعم عليك. ايه سيدنا مناح هدول. يا سيدي اللي بيطلع من خاطرك خير وبركه. على راسي وعيوني. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ابو صفوان. اهلين اهلين ابو خير واهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام واهلا وسهلا. وين سيدياتنا نشوف؟ قديه دبرت مصاري؟ والله يا ابو خيرو بدك ما تواخذني. ابو صفوان هذا ابن اخوك وانت اولى الناس فيه. يس يلي قتلوا للعرق سوسي زهدي وفخري وياسين، هي اول واحدة. اها والثانية واحدة الشكوى لله يا ابو خيرو. الله وكيلك كنت مخبي شوية مصاري بالبيت، رحت امبارح ما لقيتهم، ما بعرف مين سرقوه. طيب وليش ما قدمت شكوى للكركون؟ كركون شكوى يا ابو خيرو على مين؟ على اولاد حارتي. عيب يا ابو خيرو عيب وانت بتعرف. العيب
يعني الخلاصة ما بدك تدفع. شلون ما بدي أدفع؟ بدي أدفع، بس الله وكيلك مثل ما أنك شايف يا أبو خيرو، العين بصيرة والإيد قصيرة. تفضل تفضل شرب شاي أبو خيرو، تفضل. أهلي أب محجوب. أهلين، خير؟ والله كنت جاي أشق على رجدي بس قالوا لي إنه نايم. هي أنا أجيت بمشي حالي. ولو يا أب محجوب فيك الخير والبركة، بس برجع لعنده بعدين. يلا السلام عليكم. سلام. إيه علي علي أمي، مين هاد الزلمة اللي عم تاخذي وتعطي معه برا؟ أنو زلمة أخي؟ أنو زلمة أخي؟ هاني عم يسألك عن أخوكي. أخي ما أخذت وعطيت معه، سألني عن رجدي وقلت له نايم. مو قال لك خاطرك قلتي له مع السلامة؟ لك شو بكون شوفي؟ ليش صواتكم طالعة؟ شو بدنا شوفي؟ حالكم بسر كتير والله يا أخي. هذا ياسين رفيقة. شو بو ياسين؟ عم ياخذ ويعطي مع أختك. لك يا عيب، شو مع هيك رفقة؟ لك ياسين شهمه أبو ضاي وما بيعمل هيك شيء، وأختك ما بتاخذ ولا بتعطي. لك إلهي ياخذكم من وشي ويريحني منكم. روح بالشلي. أبو صفوان. إيه نعم يا سيدي يا أبو صفوان. ما دفع شيء منه؟ ولا رجلي. البيت انسرق من كام يوم، والمصريات اللي كانوا فيه حاططهم على جنب، لديين سرقوا معه. هلا أنتو حكاية سرقة بيت أبو صفوان يعني متأكدين منها؟ لا والله. نعم. أخي هو قال إنه مو راضيان يحكي بالقصة، ولا راضيان يشتكي للكركون، مشان ما يقولوا أبو صفوان اشتكى على أهل حارته. لا شهاب والله. شهاب أبو ضاي، يا هيك رجال يا بلا. عجبكم على الحكي؟ لك في أندل من هيك زلمة بالدنيا؟ لا تهز بدنك عقيد، كل واحد بيدفع قيمته. واحد والله يا جماعة، واحد والله. والتمس لأخيك 40 عذرا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شو عذر وما عذر شيخي؟ ما لازم يحكي الحكي ولو بده يبيع عفش بيته، والعقيد معه حق. معناتها مشان هيك ما أجى على الاجتماع. اتركونا منه هلا. إيه سيدي، بدنا نتساءل عليكم بشغلة. خير عقيد خير. نحن ناويين نجوز اخي الله. بيه نجوز مبروك ان شاء الله. بقى هيك بدنا معية الله بمعيتكم الخميس اللي جاي تشرفونا مشان نطلع كلنا سوا على ضيعة ابو محمد مشان نزفه. ايه والله ونكسب كمان شوفه مختار ابو قاسم. يا سيدي يا ميت اهلا وسهلا فيكم، انتوا اللي بتشرفونا وبنرفع راسنا فيكم قدام اهل ضيعة. بارك الله فيكم. دائما راسكم مرفوع ورايتكم بيضاء. الله يسلمك يا رب. قومي يا أختي دورك. يلا أبو صفوان، هلأ أنتوا بدكنوا تروحوا مع بيت أبو شاهر على ضيعة أبو محمد؟ مشان شو من نروح الضيعة؟ يو ليش أم شاهر ما عزمتكن على عرس ابن عمر؟ اي والله عزمت كل نسوان الحارة. بلا عزمتنا، بس شو دخل عرس عمر وضيعة أبو محمد؟ يوه تقبرني شو نسياني انه العروس بتكون بنت ابو محمد؟ لا ما انسي، بس قصدي ليش بدنا نروح على الضيعة؟ بدنا نروح على الضيعة لانه العادة عندهم العروس بتطلع من بيت جدة اذا كان لسه عايش. ايوه يا مو، ليش ام شاهر امتى عزمتنا؟ والله ما سمعت بهالحكي، انا صاير فيه يمكن مع المثل مثل اطرش بالزفير. يلا عن اذنك اختي ام صفوان. اذنك معي. هيك لكان يا ام شاهر بسيطة. ويل عن أبوكن يا أولاد الكلب. نونو أنا خليتي العين تطلعك إن شاء الله وبتقلى لستك أنت طالع طالع طالع. أحسن شيء أرجع لضيعتي لعند ناسي وأهلي. وهذا البس المبسبة ما بياكل غير ملبس، فاطمة المغربية سيرتها على كل لسان بالزمان و
بالمكان وهي حلوة وقوية. تعال نبرج يا سلام. يا أهلين وسهلين. عن إذنكم إزدك معي. يا ميت أهلين وسهلين. أهلا وسهلا ابن مهلي. هيك يا عم شاهد هيك بتعزمي كل نسوان الحارة وما بتعزمينا؟ يوه يا مو ليش أنت ما قلتي لأمصري؟ والله يا عم صفوان بدك تعزريني. عازرتك تقبريني عازرتك. أنا قلت لحالي أم شاهر نسيت تعزمنا. أنا ما برتب عليكي، بعرف إنه الحركة مو مقصودة، بعدين معك حق، شو بدك تتذكري لا تتذكري؟ إي والله ماني عارفة شو بدي أقول لك. لا تقولي ولا تعيدي، أنا ماني عتبانة عليكي بنو وماني زعلانة. ابني أبو فهد الله يحميه. الله يحميه ويخلي لك يا إلهي يا حق. تقبريني، خصص لنا كم عيلة لنعزمه، لأنه مثل ما بتعرفي الضيعة بعيدة، والمركوب ما بس على كل نسوان الحارة. يو مشاهي هلا وقفت علي وعلى بنتي زكية. انا بخلي ابو صفوان يستكرينا عرباية خصوصي وناخذ لكم عالم معنا. بصراحة ابو فهد زعلان منكم، يعني مشان قصة رويدة بنت سلفي وما بده اياكم تحضروا العرس. يو اي والله والله نحن ما دخلنا بالقصة منو. والله ما بعرف هيك ابو فهد قال، كمان مشان قصة الحكي اللي عم تحكي على المخلوقة اللي ما بيريده لا الله ولا عبيده. والله يا أم شاهر غلطة وندمت عليها، وكل ما بتذكرها الله وكيلك عيوني بتدمع. وقولي للعبيد أبو فهد إذا من يوم وراي بيسمع كلمة عن لساني عن رويدة ساوي اللي بده إياه. عن إذنك شوي اليوم شوفه. إذنك معك تقبريني. يا مو خير يا مو شوفي أم صفوان عنا والمخلوقة قاتلي حال على ما تحضر عرس أخوك. أنا ما قلت لكم أم صفوان ما بتعزموها. يا مو الحرمة عم تقول إنه غلطت وحلفت ميت يمين وميت عظيم إنه ما تجيب سيرة بنت أبو عبده بالعطيل ولا بالمنيح. ولا بالمنيح مثل ما بدك. وش كان اليوم وراي بسمع جابت سيرتها لهالحرمة؟ بدي أحسب الله ما خلقها، مو بس هي ابنها كمان. أكبر يا رب. الحمد لله أنا ما جاب سيرتي، قال مثل ما قال المثل حوالي ولا علي. خلاص يا أمو لا تزبدرك، مثل ما بدك مثل ما بدك. يا أمو إيش كان لك خاطر تعزميها عزميها، خلاص كرمال خاطري كل شيء بصير. تكمي والله المعاملة مع الله استحيت منها قد ما ترجتني حرام. ماشي. كأنه مشي الحال رح نروح معه. الحمد لله يا عمو مثل ما قال المثل امين صبرنا. عدتك عمنا انت وامت اسكت. شو هالعقل عم تحكي؟ اذا كان انا ما عزموني انتو شلون بدكم تروحوا؟ نحن عزمونا. لك يا حرمي ما بصير هالحكي، عزموا كل رجال الحارة وانا ما عزموني. عمرينهم ما يعزموك من ناقص منهم ومن عزيمتهم. ها شفتي شلون؟ انت متعطل على عزيمتهم ولا مشتهي الروحات والجيات؟ على عيني، مشان هيك انتو ما لازم تروحوا، خصوصي انه العرس بالضيعة مو هون بالحارة. نعم 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 نعم، نحن بدنا نروح يعني بدنا نروح، ايوه. ليك؟ لك شو صرنا ساعة عم نحكي؟ يا بي، احكي مع ابو لطفي جوز عمتي، خليه يتواصل لك عند العقيد ابو فهد، بركدن بيرضى وبيعزمك. قال مثل ما قال المثل الايد ما بتقدر عليها. لك يا حاجة جيبيلنا امثال من الشرق من الغرب. قومي لي قومي من وشي. قال لي تواصلت لي. قال وهلا شو قلت؟ اه شو قلت؟ والله لك والله ما بعرف شو بدي اقول. بعدين لا تزعل لك عمي لا تزعل، هي مرت عمك طول عمرها هيك ما بتساوي غير اللي براسها ولو على قطع راسها. لك عمي اقسم بالله انا حجنها حجن؟ يعني انت بتعرف حالنا واحوالنا برأيك حرمتي خرجت تروح هيك مشوار؟
ايه عم لك هيك برت عمك هيك عقله. مرحبا الله. ها هي صفوان. السلام عليكم. هي صفوان. لا سلام على طعام خدمه بوب. ترى فوت فوتك. لك اهلين ابو حجوب والله. لك ابني شلون جيت هيك جهار نهار؟ ما خفت انه العقيد يشوفها؟ العقيد ما له بالحاره عمي شو نسيت؟ اي والله نسيت. مالي سائل عنه يا بي. مالي سائل عنه ابنه. لك يا ابني الله يخليك، الله يخليك ما بدنا مشاكل. اي ولا يهمك مختار. يا اهلين باحلى مختار. يا حسرتي علينا، لك شو مختار ما مختار. ولك مختار غصبا عن اللي بيريد واللي ما بيريد، وهي الفرمان، وخلي القبضاء يقول لا، شرف. لك 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 لك، لك شو هالحكي؟ مثل ما بقول لك. ان شاء الله الف مبروك عمي. الف مبروك يا بي. الله يبارك فيكم. ايه والله ماني مصدق. لا يا بي صدق وعرف انه ابنك لما بيحكي شيء بده يصير. لك كفو صفوانه. قال ناطرين لي فرمان تبع ابو خيرو. لك مين ابو خيرو؟ ما ابو خيرو عمي. مين هو ابو خيرو لحتى يصير مختار؟ قلت لك نحن بيت الويلاتي اسياد الحاره ابا عن جد. فوت عمي. ايه لكان عمي لكان. شرفوا يا بي شرفوا. شرف ابو محجوب. دقني يا صفوانو روح. عريس الزين يتهنى. عريس الزين يتهنى. يطلب علينا ويتمنى. يطلب علينا ويتمنى. يطلب الروح لديله. يطلب الروح لديله. اغلى من الروح ما عنا. اغلى من الروح ما عنا. إذا بتريد يا قبضاي افتح الطريق. الطريق ما بينفتح والعروس ما بتطلع من الضيعة قبل ما تقوموا بواجبكم. ما بتفهموا بالأصول؟ شو هالحكي لك قبضاي؟ لا يا قبضاي، نحن اللي بنفهم بالواجب والأصول، والعروس عروستنا. شو يا رجال؟ العروس عروستنا وبدنا ناخذها بحد السيف. رح ناخذها بحد السيف بالغصب ما هو بالكيف. رح ناخذها بحد السيف بالغصب ما هو بالكيف. أكيد شبابنا عليهم مع شباب الضيعة. شو هالحكي هذا؟ شو القصة يا أبو قاسم؟ شو القصة؟ هذا أبو سويد شيخ شباب الضيعة. يلا أكيد يلا. شو القصة يا بضايات؟ قال شو عقيد ما بدهم يعطونا العروس إلا حسب الواجب والأصول، وما بعرف عن شو عم يحكوا. شو القصة أبو محمد؟ حاكون علينا عقيد. وأنت يا أبو سويد أنت والشباب حاكون عنا. وصل بس بكيفنا مو بحد السيف. إيه خلصنا أبو سويد روقنا. شو القصة أبو محمد؟ عقيد العادة عنا إنه العروس ما بتطلع من بيت أهلها إلا بتبيحة للشباب ولشيخ الشباب. هي بسيطة، حلت علينا البركة، وبدل تبيحة تبيحتين. أبشومان مور عقيد، خلي حدا من الشباب يشوف لنا شي راعي ويجيب لنا تبيحتين. مشي عقيد. لا يا أبشومان، علي جيرك الله ما بتروح. يا غنوم مور أخي. أخي احمل حالك وروح على المزرعة جيب تبيحتين ولهون ذبحهم بسرعة. صار أخي. محمد هي علينا. وكل الله عقيد ولو أنتم ضيوفنا. شو يا أبو ضياط؟ بكيفنا ولا بحد السيف؟ لا يا سيدي ابشر وبخروفين. اهلا وسهلا فيكم، بس لا تواخذوني يا جماعه، هيك جريت العاده عنا ابا عن جد. افتحوا طريق شباب. شرفوا يا رجال. لوين بدهم يروحوا؟ بدهم يرافقوهم للضيعه اللي بعد منا، هنيك بيودعوهم بعدين بيرجعوا بياكلوا ضيوفهم. والله حلوه العاده. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله معكم. تعدي وتعال. تعال تضيفني هون ورا هالمكتب. شو عم يا ابو صفوان؟ هي الطاوله فيها اوراق سريه، يعني وانا مأمن عليها ما بصير حدا يفتحها. ضحكتني والله. لا بصير سيدي بصير، انا هلا صرت مختار الحاره. مختار الحاره؟ ايه هي الفرمان اللي فيها. شوف الله عظيم. قهوه جاهزه؟ ما عندنا بن. ليش ما في بن؟ لأنه أنا كل أول الشهر بروح على المزرعة عند أبو نوري، باخذ مصروف المضافة من إيراد المزرعة، هيك وصاني المختار أبو وضاح الله يذكره بالخير. يوا خلص لك بكره بتروح. إيه رايح، بدك شي معلمي؟ حلوة معلمي، روح هلا روح. نورتي بيتك.
سبحان الذي خلقك على الوش يا زهرية. لك يا ديبو، لك ديبو. ايوه ايوه امور مختار. حلوة هالكلمة مختار. ايه مسيك هي برغوت رح لك على شي دكان يجيب لك عم حبة بلضمينة. ايه ايش فريدة بلضمينة؟ ايه بلضمينة. شو؟ الله. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. تفضلوا تفضلوا. ابو لطفي خير؟ ختم المخترة معك؟ لا مو معي بالبيت. شو عليه؟ هلا بنبعت ديبو بجيبه من البيت. شو بدك بالختم؟ لاني انا المختار، ومختار من غير ختم ما بصير مختار. مختار؟ ايه مختار. وهي الفرمان معي. شوف ودخلك هذا الفرمان اللي معك امتى وصل؟ اليوم. لك يا ابو صفوان، هذا الفرمان اللي معك هذا في تعيين ابو خير ومختار وانت عضو. لا صهري لا، خذ خذ اقرا. هذا شو؟ جواب لطفي. اي والله حكي ابو صفوان مزبوط. معناها الداخلية مخربطة بين ابو خير وابو صفوان. ليش عقيد؟ انا ما خرج كون مختار؟ لا ما خرج. تفضلوا لعندي يا ابو طفي.